الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين عندنا مباراة هامة جدا، مباراة النادي الأهلي المؤجلة من الأسبوع ال 19 ضد النادي المصري. هذه المباراة كانت من المفترض أن تقام في استاد الجيش بالسويس، ولكن تم نقلها إلى استاد برج أو استاد الماكس في ضاحية الماكس في الإسكندرية. مباراة مهمة جدا، مباراة بثلاثة نقاط تعطي النادي الأهلي الأمل الكبير جدا جدا، زي ما اتفقنا مع حضراتكم امبارح وزي ما اتفقنا الحقيقة ومعظم اللاعبين متفقين على هذا الموضوع، أن المباراة دي مباراة أو بداية الطريق إلى الدوري العام المصري. 8 مباريات هناخدهم حزمة واحدة، هناخدهم مباريات واحدة، هنفكر فيهم كلهم في الـ8 مباريات كجمهور وكجهاز فني وكذا وكذا، ولكن اللاعبين بيفكروا دايما في كل مباراة على حدة. إن شاء الله ربنا يكرمنا النهاردة في هذه المباراة. ودايما أنا بحب أتكلم مع حضراتكم، بحب أتكلم بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح، إن أنت تكسب هذه المباراة هو الكل يتمنى هذا الموضوع، كل جمهور النادي الأهلي، كل اللاعبين، كل الجهاز الفني، كلنا إصرار إن احنا نكسب هذا نكسب هذه المباراة ونكسب الـ3 نقاط. ولكن كرة القدم عندها فيها 3 نتائج، نتائج مكسب وتعادل وهزيمة، 3 نتائج دول موجودين في كرة القدم. وبالتالي على كل لاعب جوه الملعب النهارده من الـ11 اللي هيبداوا المباراه او من الـ18 اللي موجودين ان هم يبذلوا اقصى مجهود علشان يقدروا ياخدوا الـ3 نقاط. النتيجه دي هتبقى بتاعه ربنا، النتيجه دي محدش عارفها. انت ابذل مجهودك جوه الملعب، ده اللي احنا اتعلمناه خلال الفترات اللي فاتت خصوصا داخل النادي الاهلي. وبالتالي كل اللاعبين يبذلوا اقصى مجهود، يموتوا نفسهم جوه الملعب، اصرار، عزيمه، رجوله، الكلام ده بيفرق كتير جدا جدا جدا. وفي النهاية النتيجة دي عند ربنا إن شاء الله تكون هذه النتيجة أو نتيجة اليوم هي فوز النادي الأهلي. في هذه الأثناء مباراة النادي الإسماعيلي ونادي وادي دجلة، مباراة أيضا مؤجلة من ضمن المباريات المؤجلة للنادي الإسماعيلي. النادي الإسماعيلي الحقيقة في الشوط الأول مغلوب 2-0 حتى الآن، أعتقد دي نهاية الشوط الأول أو انتهى الشوط الأول بالفعل، والنتيجة ما زالت مباراة طبعا في الأسبوع الـ30 وما زالت النتيجة بهدفين مقابل لا شيء، التقدم لنادي وادي دجلة على النادي الإسماعيلي. الحقيقة قبل بس ما أروح لمباراة الأهلي عايز أقول لحضراتكم النهاردة اللي قاعد بيتفرج على مباراة الإسماعيلي ودجلة، الإسماعيلي لابس تيشيرت أبيض فيه سماوي ودجلة لابس أصفر مش العكس، يعني اللي يتفرج على الماتش النهاردة يقول إن دجلة هو الإسماعيلي والاسماعيلي هو دجله، مع الاحترام الكامل الحقيقه لفريق وادي دجله، ولكن دي او طريقه اللعب اللي كان بيلعب بها وادي دجله دي كانت دائما ما تكون طريقه النادي الاسماعيلي. النهارده الحقيقه الشوط الاول انا اتفرجت على الشوط الاول، الشوط الاول الاسماعيلي يعني ما اعرفش مش لابس اصفر النهارده، هو اللي لابس اصفر النهارده وادي دجله. النهارده ايضا مباراه النادي الاهلي وهي المباراه الاهم دلوقتي الحقيقه واللي احنا نتكلم فيها دلوقتي، هي مباراه مهمه، مباراه صعبه خصوصا بعد التألق الواضح للنادي المصري خلال الفترات الأخيرة. النادي المصري تحت قيادة كابتن إيهاب جلال أدى مباريات أكثر من رائعة، مباريات كلها حلوة، مباريات كلها يكفي أنه هو كسب نادي الزمالك وكسب أندية كثيرة جدا وتطور أداؤه في الفترة الأخيرة، وتعادل أيضا مع نادي بيراميدز الأندية اللي بتتنافس على الدوري العام المصري، سواء الزمالك اتغلب من نادي المصري في من أسبوعين تقريبا، وأيضا تعادل النادي المصري مع نادي وادي مع نادي بيراميدز بـ3 أهداف لكل فريق. وبالتالي هو فريق خطر، فريق قوي، عنده مدير فني جيد، عنده مدير فني بيعرف يغير طريقة اللعب من أثناء المباراة، وانت أثناء المباراة ممكن يغير في أي وقت كابتن إيهاب جلال على حسب سير نتيجة اللقاء. وبالتالي يجب أن نحن ناخد بالنا كويس جدا 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 في هذه المباراة. زي ما قلت لكم الفترة اللي جاية فترة صعبة، 8 مباريات القادمة منهم 3-4 تقريبا قبل الأمم الأفريقية والباقي بعد الأمم الأفريقية. إن شاء الله المباريات دي لغاية كأس الأمم الأفريقية إن شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر ناخد فيهم عدد النقاط الكاملة، بعد كده إن شاء الله نفكر في اللي بعد كده، بداية الطريق تبدأ من اليوم. خلينا بقى ندخل على المباراة النهاردة ونروح لزميلنا كريم أحمد أيضا هيطمنا على فريق النادي الأهلي قبل بداية المباراة. تفضل يا كريم.
كل التحيه ليك يا كابتن اسلام الشاطر، وكل التحيه لمشاهديك ومتابعيك من خلال ملعب الاهلي. كالعاده طبعا كل التمنيات لفريق النادي الاهلي اليوم، مباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه لفريق النادي الاهلي، الاهلي والمصري على استاد الماكس في تمام الساعه 8 مساء. نتذكر ونذكر كل الساده المشاهدين، المباراه كانت ستقام في استاد الجيش بالسويس، لكن بعد المخاطبات الامنيه والتنسيق مع النادي الاهلي ولجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم، تم الاتفاق على استاد طبعا زي ما بنتكلم وبنقول استاد الماكس، يعني ارضيته طبعا مميزه جدا، لكن كنا بنتمنى يكون الامور دي يعني ما تبقاش في 48 ساعه قبل الماتش، لا الملعب هيكون متواجد. كنا بنتمنى كالعاده تكون كما الجدول متواجد وكما الجدول المعلن، يكون المباراه كالعاده على استاد الجيش بالسويس، لكن خلاص الامر انتهى بالنسبه لفريق النادي الاهلي. النادي الاهلي متواجد هنا في الاسكندريه، استعدادات مكثفه لمستر مارتن للجهاز الفني، في شغل كبير بيبذل بالنسبه للجانب النفسي يا كابتن اسلام، ده اللي حابين نتكلم عليه في البدايه، لان الامر مهم جدا. خلاص المنحدر الاخير لبطوله الدوري العام، 8 مباريات، لو نقدر نقول اكتر من مباراه كاس نقدر نقول على مباراه بالنسبه دي. لكن جمهور النادي الاهلي كالعاده والرساله المميزه والمسانده الدائمه لجمهور النادي الاهلي ليه الفريق والجهاز الفني، ان شاء الله النهارده بتمنى ينعكس عليهم في الملعب، خلق الدوافع بشكل مستمر اللي بيقوم بيه الجهاز الفني، كابتن سيد، كابتن يوسف، كابتن سامي، يعني كل الجهاز بيحاول ان هو يشتغل مع لعيبه النادي الاهلي بجانب الشغل اللي في الملعب، ملعب مختار التتش والتدريبات الاخيره لفريق النادي الاهلي كان فيها حماس وتركيز، لكن كان فيها حرص ايضا كمان نظرا للعدد الكبير من الاصابات والغيابات اللي ضربت فريقا للنادي الاهلي خلال الايام الماضيه، فيمكن الامر صعب جدا في هذه المباراه. 20 لاعب في القائمه ويمكن 13 او 14 لاعب يخرجوا من القائمه، منهم للانذارات ومنهم للاصابات ومنهم ايضا كمان للرؤيه الفنيه للجهاز الفني. نذكر كمان للساده المشاهدين وجمهور النادي الاهلي بالقائمه اللي تكونت من 20 لاعب: علي لطفي، مصطفى شوبير، احمد فتحي، رامي ربيعه، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، علي معلول، حسين الشحات، هشام محمد، ناصر ماهر، رمضان صبحي، صالح جمعه، احمد الشيخ، وليد ازارو، وصلاح محسن، باسم علي، جيرالدو، وجونيور اجاييه، وعربي بدري. اثنين طبعا حابين نتكلم عليهم في البدايه، وهشام محمد عودته من جديد، وعوده ايضا كمان رمضان صبحي اللي ان شاء الله باذن الله يكون جاهز النهارده لهذه المباراه التدريبيه. كان 48 ساعه الماضيه كان بيأدي اداء مميز، يعني نقدر نقول ان هو بيعلن جاهزيته، لكن الدفع بيه من بدايه المباراه اكيد امر متروك للجهاز الفني بقياده مستر مارتن لاسارتي، لكن مع الغيابات ان احنا يرجع لنا رمضان وهشام متواجدين معانا، وبينضم كمان احمد الشيخ بيدخل لقائمه فريق النادي الاهلي بعد فتره غياب كبيره، كمان عربي بدر من اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين للنادي الاهلي، اثنى عليه مستر مارتن واثنى عليه ايضا كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ، مجهوده مميز جدا، بنتمنى ايضا كمان لو ليه دور النهارده في المباراه يكون موفق، مباراه ليها حسابات فنيه، حسابات داخل المستطيل الاخضر، لكن اللي بنتمناه النهارده يا كابتن اسلام ان احنا نشوف شخصيه النادي الاهلي من جديد، نشوف روح الفانيلا الحمراء، نشوف التركيز والاصرار والجديه اللي احنا منتظرينه ومنتظره ايضا كمان جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه بالتحديد وكل المباريات القادمه لنهايه الدوري ان شاء الله. وباذن الله ثقتنا لن ولن تهتز في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، كل مباراه باذن الله بيكون في دوافع جديده، بيكون في اصرار، بيكون في جديه، لكن يبقى التوفيق مع لعيبه النادي الاهلي، كل لعيبه بتبذل مجهود كبير، الجهاز الفني بيبذل مجهود كبير، لكن ينقصنا التوفيق يا كابتن اسلام. المباريات الماضيه رحنا ضيعنا في فرص كتيره جدا كانت سهله لفريق النادي الاهلي بيشتغل عليها الجهاز الفني، لكن التوفيق مع لعيبه النادي الاهلي الامر بيكون مختلف بشكل كبير جدا في حضور الجماهير. النهارده كالعاده المباراه بدون جمهور بعد اختيار استاد الماكس، قرار كان من طبعا الجهات الامنيه ومن ايضا كمان الاتحاد المصري لكره القدم بدون جمهور المباراه، لكن خلاص تعودنا على كده، المباراه سواء بجمهور او بدون جمهور لازم النادي الاهلي يحصل على الثلاث نقاط، لان هي فرق بشكل كبير جدا معاه ان شاء الله في الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. ايضا كمان العدد الكبير اللي احنا قلنا عليه من لعيبه النادي الاهلي اللي هيغيب عن قائمه المباراه: شريف اكرامي، سعد سمير، كريم ندفت، حسام عاشور، محمد هاني، ومحمود وحيد، ويمكن هؤلاء اللاعبين للاصابه. عندنا ايضا كمان لعيبه بتغيب للانذارات والحصول على ثلاث انذارات: الشناوي، عمرو السوليه، مروان محسن، رؤيه فنيه ايضا كمان لمستر مارتن لاسارتي، محمد شريف، محمد نجيب، اسلام محارب، حمودي احمد، على عدد كبير جدا من اللاعبين، لكن بناكد وبنقول كل مره لابد يكون الكل على قلب رجل واحد، اي لعيب يكون متواجد في المستطيل الاخضر لابد ان هو يبذل مجهود كبير جدا ان شاء الله في هذه المباراه، كل اللعيبه جاهزه، الاختيارات والتشكيل مع طبعا النقص الكبير جدا العددي في نص الملعب الباك رايت، الامر طبعا ما يقدرش ان احنا نتكلم على تشكيل حتى وصلنا ان شاء الله الى ملعب المباراه، لكن ثقتنا كبيره جدا في كل اللعيبه باذن الله. كمان يا كابتن اسلام من خلالك ومن خلال ملعب الاهلي نكون متواجدين معاكم في ملعب المباراه، ننقل كل الاخبار والكواليس والحضور، ارضيه الملعب، امور عديده جدا ان شاء الله كالعاده ننقلها من خلالك ومن خلال ملعب الاهلي. عودة ليك يا كابتن اسلام.
شكرا جزيلا يا كريم. زي ما حضراتكم شفتوا طمنا شويه على فريق النادي الاهلي. بعد قليل ان شاء الله يكون معانا كريم من ارض الملعب، نعرف تشكيل المباراه ومن سيكون او من سيبدا هذه المباراه من اللاعبين. من وجهه نظري اللي يبدا ما عندناش اي مشكله. العشرين لاعب المتواجدين في قائمه النادي الاهلي، اذا كنت انا امبارح وانا بتكلم عن الغائبين عن هذه المباراه سواء مصابين او بسبب فني او بسبب الايقاف لثلاث انذارات، الناس افتكرت ان انا بتكلم على قائمة الفريق، لان كلهم نجوم، كلهم لاعبين كبار، كلهم وصول اللاعبين مع حضراتكم دلوقتي هيكون على الشاشة مباشرة مع حضراتكم. وصول اللاعبين الى ارض الملعب استاد الماكس في حرس او استاد حرس الحدود في الماكس، زي ما حضراتكم شايفين وصول اللاعبين الى ارض الملعب. امبارح لما كنت بتكلم على اللاعبين الغائبين كنا بنتكلم على ان اللاعبين دول كلهم نجوم، كلهم لاعبين كبار، كلهم ممكن جدا في اي وقت فيهم اي حد هيرجع هيمثل النادي الاهلي، وممكن تعمل قائمه اخرى 20 لاعب اخر باللاعبين سواء الغائبين او المستبعدين بسبب الاصابه او المستبعدين بسبب فني. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي بيصل لاعبو النادي الاهلي الى استاد الماكس في حرس الحدود او استاد حرس الحدود في الماكس مباشره على الهواء مع حضراتكم. مباراة مهمة، مباراة صعبة، زي ما حضراتكم شايفين كل التركيز على الوجوه لاعبي النادي الأهلي. النهاردة إن شاء الله المشكلة اللي كنا دايما بنتكلم عنها خلال الفترة اللي فاتت وهي مشكلة إضاعة الفرص، إن شاء الله لو ربنا كرمنا النهاردة وقدرنا نتغلب على هذا الموضوع أعتقد أن الموضوع هيبقى أو المباراة النادي الأهلي يستطيع فيها، لأنه الفترة اللي فاتت إذا كنا بنتكلم على إضاعة الفرص لقينا مثلا أمور إيجابية أخرى، كأن الدفاع مثلا الأمور أصبحت فيه واضحة جدا وسهلة جدا وجميلة جدا في الفترة اللي فاتت، لكن إضاعة الفرص ما زالت مشكلة تؤرق الجميع. لكن النهاردة إن شاء الله سيكون هناك تركيز على إزاي أعرف أجيب جول. زي ما قلنا لحضراتكم المشرف العام على الكوره كابتن محمود الخطيب قعد مع لاعبي الفريق وقال لهم شيلوا الضغط من عليكم، مفيش اي مشكله، احنا عايزين ناخد الدوري وان شاء الله هناخد الدوري، وان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى فيها حاجات كويسه كتيره جدا جدا علشان النادي الاهلي ياخد الدوري. فالناس بتحاول تشيل الضغط من على اللاعبين، بيقول لهم العبوا براحتكم، العبوا زي ما انتم عايزين، العبوا بشكل ضل، لان النادي الاهلي يملك افضل لاعبين متواجدين في مصر خلال هذه الفترة، أو معظمهم الحقيقة من أفضل اللاعبين المتواجدين في مصر خلال هذه الفترة. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة. زي ما حضراتكم شايفين لواء محمد حلمي مشهور بيستقبل الكابتن أحمد فتحي وكان معاه الكابتن سيد عبد الحفيظ، مشاهد جميلة جدا بنشوفها دايما في استاد حرس الحدود. طيب خلينا بقى نروح لجرافيك هذه المباراة ونتكلم عن المباراة ونشوف ايه اللي عندنا النهارده في مباراه اليوم. مباراه النادي الاهلي ضد النادي المصري هي مباراه مؤجله زي ما قلت لحضراتكم في البدايه من الاسبوع ال 19. الدوري العام النهارده بيلعب في مباراتين، مباراه وادي دجله والاسماعيلي انطلق شوطها الثاني منذ قليل وما زالت النتيجه 2-0. لو اتغيرت يا جماعه قولوا لي لو سمحتم، دي طبعا في اطار الاسبوع ال 30. اما المباراه المرتقبه او السهره النهارده هتكون النادي الاهلي ضد النادي المصري، مباراه مؤجله من الاسبوع ال 19. ما زالت النتيجه 2-0 لوادي دجله حتى الان ضد النادي الاسماعيلي. قائمة النادي الأهلي لمباراة النادي المصري علي لطفي ومصطفى شوبير، أما خط الدفاع أحمد فتحي ورامي ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول، باسم علي، أما خط الوسط حمدي فتحي، حسين الشحات، ناصر ماهر، هشام محمد اللي بيعود مرة أخرى للقائمة الرئيسية للنادي الأهلي، ثم صالح جمعة وأحمد الشيخ أيضا اللي بيعود بعد غياب، وجيرالدو وجونيور أجاييه وعربي بدر أحد اللاعبين الناشئين اللي متواجدين أو اللي دايما بيطلعوا من قطاع الناشئين في النادي الأهلي. أما من خط الهجوم وليد أزارو وصلاح محسن. ممكن حضراتكم تقروا بقى لأن الغيابات كتيرة جدا، غيابات الأهلي عن مباراة اليوم يمكن أكتر من القائمة الرئيسية، 17 أو 19 لاعب تقريبا، شريف إكرامي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير ومحمود وحيد وحسام عاشور ومحمد هاني وعمرو جمال، كل دول إصابة
واسلام محارب ايضا اصابه، وليد سليمان لسه بيجهز وان شاء الله يكون موجود في الفترات القادمه، محمد نجيب واحمد علاء وحمودي وشريف اسباب فنيه، اما الايقاف الشناوي والسوليه ومروان محسن. قائمة النادي المصري لمباراة الأهلي في حراسة المرمى عندهم 22 لاعب النهاردة، أحمد مسعود، محمود السيد، ومحمد شحاتة، أحمد شوشة، ومحمود حمد، وإسلام أبو سليمة، ومصطفى طيارة، وكريم العراقي، وحسام أشرف، ده خط الدفاع. أما خط الوسط عمرو موسى، فريد شوقي، إيزي إيميكا، وسعيد سنبوري، وإسلام عيسى، ومحمد جابر، أحمد ياسر، وعبد الناصر دي ماريا، وعمر كمال عبد الواحد، وحسين رجب، ومصطفى أيمن. أما خط الهجوم محمود وادي وأوستن أموتو. عندنا النهاردة طاقم تحكيم من المكسيك. أنا لن أعلق على طاقم التحكيم النهاردة في الفقرة الثانية. الفقرة الأولى إن شاء الله هيكون معايا الدكتور أحمد ثابت، هنتكلم عن الأرقام والإحصائيات بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة للنادي المصري. الفقرة اللي بعدها هيكون معانا خبرنا التحكيمي الكابتن سمير عثمان، هتكلم معاه بقى عن الطاقم التحكيم الميسي، هو اللي يقول مش أنا يعني ماشي. حكام الساحة روبرتو جارسيا ومن المكسيك، وحكم مساعد أندريا هرنانديز، وكريستيان كابيك، هذا الطاقم كله بالكامل من المكسيك، والحكم الرابع إريك ميريندا. طيب موقف النادي الأهلي في بطولة الدوري العام. النادي الأهلي 26 مباراة أو من 26 مباراة فاز في 18، تعادل في 4 مباريات، خسر في 4 مباريات، سجل 42 هدف، استقبلت شباكه 17 هدف، عدد النقاط 58، المركز الثالث. أما النادي المصري لعب 28 مباراة، فاز في 11، تعادل في 13، خسر في 4، سجل 39 هدف، دخل مرماه 32 هدف، عدد النقاط 46 نقطة، في المركز الرابع. إذن مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي. أما هداف النادي المصري هو إسلام عيسى ب7 أهداف، وهداف النادي الأهلي مروان محسن ب5 أهداف. التوقيتات اللي بيتم إحراز النادي الأهلي أو بيحرز فيها النادي الأهلي أهدافه، ال 42 هدف زي ما حضراتكم شايفين موزعين كالآتي: أول ربع ساعة في المباراة 4 أهداف، من الدقيقة 16 للدقيقة 30 7 أهداف، ثم في الدقيقة 31 للدقيقة 45 نهاية الشوط الأول 6 أهداف. أما من الدقيقة 46 للدقيقة 60 5 أهداف، من الدقيقة 61 للدقيقة 75 8 أهداف، ثم في الربع ساعة الأخيرة 12 هدف. طيب الأهداف بقى اللي بتخش النادي الأهلي أو اللي بتدخل شباك النادي الأهلي: في أول ربع ساعة هدفين، تاني ربع ساعة هدف واحد، تالت ربع ساعة ونهاية الشوط الأول هدف وحيد. مشكلة بقى بتيجي في الشوط الثاني: 6 أهداف مع بداية الشوط الثاني، و6 أهداف مع نهايته، وفي الربع ساعة من الدقيقة 61 للدقيقة 75 هدف وحيد. طيب أما النادي المصري، النادي المصري نشوف بقى الأهداف، وجاب 39 هدف موزعين كالآتي: 5 أهداف في أول ربع ساعة، 3 أهداف في الربع ساعة الثانية، 5 أهداف أيضا في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول. أما بداية الشوط، يعني هو طبعا واضح جدا تميز النادي المصري في الشوط الثاني، مع بداية الشوط الثاني 7 أهداف، ثم الربع ساعة الثانية 9 أهداف، ثم الربع ساعة الأخيرة 10 أهداف للنادي المصري. إذن النادي المصري من نقاط القوة اللي عنده من الواضح أنه عنده لياقة بدنية عالية، لأنه دائما ما يتميز في الشوط الثاني. الأهداف بقى اللي بتخش في النادي المصري: 6 أهداف في أول ربع ساعة، ثم هدفين في من الدقيقة 16 للدقيقة 30، ومن الدقيقة 31 للدقيقة 75 7 أهداف، ثم الشوط الثاني في أوله هدفين، وفي وسطه 6 أهداف، وفي نهايته 9 أهداف. إذن الربع ساعة الأخيرة مشكلة في النادي المصري. طيب تاريخ مباريات النادي الأهلي والمصري في بطولة الدوري: لعبوا 116 مباراة، النادي الأهلي فاز في 63 وتعادل في 34، ثم هزم في 19 مباراة، النادي الأهلي له 161 هدف وعليه 88 هدف. أول وآخر مباراة للنادي المصري في بطولة الدوري: أول مباراة بين الفريقين كانت يوم 5 نوفمبر
1948 كانت النتيجة 3-0 للنادي الأهلي. أما آخر مباراة كانت 7 أغسطس في الدور الأول 2018 وانتهت لصالح النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء. أول هدف لأحرزه للنادي الأهلي النجم الراحل ورئيس النادي الأهلي السابق وأسطورة من أساطير كرة القدم المصرية النجم الكبير كابتن صالح سليم، وآخر هدف وليد أزارو هو اللي أحرزه في مرمى النادي المصري. أول من أحرز أهداف للنادي المصري في النادي الأهلي بيرتو، وآخر من أحرز هدف هو محمد الشامي لاعب النادي الإسماعيلي الحالي. أكبر فوز للنادي الأهلي على النادي المصري 4-0 مرتين، 4-1 مرتين، 4-2 مرة واحدة، 3-0 أربع مرات، 3-1 أربع مرات أيضا. أما أكبر فوز للنادي المصري على النادي الأهلي 3-0 مرتين و 3-1 مرتين. أما هداف النادي الأهلي في مرمى النادي المصري كابتن صالح سليم، كابتن محمود الخطيب، كابتن شريف عبد المنعم كان معانا في الاستوديو ملعب الأهلي امبارح، وكابتن حسام حسن، كل منهم 5 أهداف. كابتن فؤاد صدقي، كابتن أحمد مكاوي، كابتن شيخ طه إسماعيل، كابتن أحمد بلال اللي هيكون النهاردة في استوديو ملعب الأهلي، كل منهم 4 أهداف. أما هداف النادي المصري في مرمى النادي الأهلي سيد الدزوي 7 أهداف، محمد شاهين 4 أهداف، كابتن إينو 4 أهداف أيضا. طائمة هدافين في الدوري العام المصري 2018-2019: أحمد علي لاعب نادي المقاولون العرب هداف الدوري العام المصري حتى الآن ب 15 هدف، ثم يأتي بعده خالد قمر من الاتحاد السكندري ب 13 هدف، وبعده كابتن محمود علاء لاعب نادي الزمالك ب 13 هدف، وفي المركز الرابع كابتن صلاح أمين لاعب نادي النجوم في المركز ال 11، ثم كابتن حسام باولو لاعب نادي الداخلية ب 10 أهداف، وكابتن محمود كهربا لاعب نادي الزمالك 10 أهداف، وإيريك تراوري لاعب نادي بيراميدز ب 10 أهداف. شميل سبيكلي وإبراهيم أناداي وجون أنطوي مصر المقصة وادي دجلة ومصر المقصة، ولكل منهم 9 أهداف. طيب جدول ترتيب فرق الدوري العام المصري، قبل بس ما أقول لكم جدول ترتيب فرق الدوري العام المصري حاجة غريبة جدا، أصبحت النتيجة الآن 3-0 لنادي وادي دجلة على النادي الإسماعيلي. في المركز الأول نادي بيراميدز ب 63 نقطة من 29 مباراة، أما في المركز الثاني نادي الزمالك من 27 مباراة عنده 60 نقطة، النادي الأهلي عنده 58 نقطة من 26 مباراة، أما النادي المصري عنده 46 نقطة من 28 مباراة. المقاولون العرب في المركز الخامس لعب 30 مباراة وعنده من النقاط 43 نقطة. مصر المقصة في المركز السادس من 30 مباراة 41 نقطة. أما الإسماعيلي في المركز السابع من 27 مباراة وعنده 37 نقطة. الإنتاج الحربي في المركز الثامن لعب 30 مباراة وعنده 35 نقطة. الجونة بقى وطلاع الجيش وسموحة وبتروجيت والاتحاد السكندري الحقيقه 35 35 34 33 31، ثم وادي دجله في المركز ال 14 ب 31 نقطه، النهارده هيصل للنقطه 34 وستتغير مركزه. وفي المركز ال 15 امبي ويملك من النقاط 30 نقطه. حرس الحدود والداخليه والنجوم اخر 3 فرق 29 26 25، وهم الثلاث فرق المهدده بالهبوط حتى الان. طيب دي كانت اخر حاجه معانا النهارده، هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل من فقرتنا الاولى هنستقبل دكتور احمد ثابت نتكلم معاه عن الارقام والاحصائيات بالنسبه للنادي الاهلي والنسبه للنادي المصري، وبعض الجمل هنشرحها لكم كده على حاجه جديده عملناها سبوره كده هنوريها لحضراتكم نشرح فيها بعض الجمل التكتيكيه بعد هذا الفاصل. دكتور احمد ثابت.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في الفقره الاولى من ملعب الاهلي دكتور احمد ثابت. هنتكلم عن اهم الاحصاءات والارقام الموجوده في النادي الاهلي او النادي المصري وايضا بعض الجمل التكتيكيه. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. مبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. اخبار السبوره ايه؟ ماتش صعب طبعا. مش كده جايب السبوره يعني؟ الماتشات اللي فاتت ما كانتش صعبه؟ لا طبعا، بس ايهاب جلال، كابتن ايهاب جلال تحديدا المدير الفني للنادي المصري، مدرب متميز جدا، يمكن من افضل المدربين في مصر حاليا، عندهم مرونه تكتيكيه، فعندهم جمل كتير، بيحفظ لعيبته جمل كتير هنتكلم عنها دلوقتي. يمكن هو واحد من يعني بصراحه من افضل المدربين، بيجيد قراءه الملعب بشكل كويس جدا. النادي المصري الملحوظه اللي يمكن الناس مش واخده بالها منها قوي، ان هو بقاله 12 مباراه متتاليه بلا هزيمه، رغم فارق الامكانيات الماديه والقدرات اللي في النادي المصري. يجي كابتن ايهاب جلال ويحولهم بالشكل ده، ده بياكد ان الراجل ده مدرب ليه بصمه واضحه. فالراجل ده بصراحه يمكن لو شفنا حتى ارقامه وارقام مقارنه كده ما بين ارقامه وما بين ارقام لاسارتي، ايهاب جلال لعب مع النادي المصري ضربهم 14 مباراه، فاز في 8، اتعادل في 5، خسر في 1. لاسارتي 14 مباراه كسب 11، اتعادل 1، خسر 2، اللي هم الاثنين اللي كانوا قدام بيراميدز. احرز لعيب المصري نسبه الفوز طبعا 57% مقابل لاسارتي اعلى 78.5. احرز لعيب المصري مع ايهاب جلال 23 هدف، لاسارتي 24 هدف. معدل احراز الاهداف للاسارتي 1.7 في الماتش الواحد، ايهاب جلال 1.6. برضو من الحاجات اللي اتطور فيها كابتن ايهاب جلال يمكن عكس الولايات اللي قبل كده، ان هو اتطور بشكل كبير جدا على المستوى الدفاعي، بدليل ان هو دخل شباك النادي المصري 14 هدف بس، منهم يعني كلين شيت 6 مباريات من 14 مباراه، فده بياكد ان الراجل ده اتطور بشكل كبير جدا. طبعا اطول سلسله لها هزيمه الموسم ده للنادي الاهلي كانت 12 مباراه مع لاسارتي، وايهاب جلال بقى له 12 مباراه، لو خسر النهارده السلسله دي ممكن تتكسر، طبعا لو اتعادل او كسب هيكمل في السلسله دي. ده يمكن المقارنه الاولانيه معانا. الحاجه الثانيه برضو اللي بتاكد دور ايهاب جلال مع النادي المصري، وهو الاهداف، الاهداف اللي سجلها النادي المصري. النادي المصري سجل كام هدف مع ايهاب جلال؟ 23 هدف، منهم 17 في الشوط الثاني. يعني لما تخيل لما نادي يجيب 17 جون من 23 في الشوط الثاني، ده دليل ان الراجل ده لا بيقرا صح الماتش، بيغير صح، بيشتغل صح. يمكن كانت يعني المباراه الوحيده اللي غير فيها من وجهه نظري بصوره يمكن ما كانتش صحيحه، كانت المباراه الاخيره لما خرج سعيد صنبوري، فرق معاه جدا، وهنتكلم عنه ان هو واحد من اهم لعيبه النادي المصري. يمكن التشكيل بتاع النادي المصري المتوقع يعني هم بيلعبوا ازاي بقى؟ كابتن ايهاب جلال لما بيجي يلعب اي فريق تقيل، يعني اي فريق كبير سواء الاهلي سواء الزمالك سواء بيراميدز، بيلعب بيه 3 ورا، هو طريقتين، يا اما 3-4-2-1 يا اما 4-3-2-1، يا اما يلعب ب3 ارتكاز يا اما يلعب ب3 ورا، وانا ارشح ان هو النهارده الاقرب هيلعب ب3 ورا. الثلاثه اللي ورا اللي هم مين؟ اسلام ابو سليمه، ليبرو، على يمينه بيبقى احمد شوشه، وعلى شماله محمود حمد. طبعا هو عنده غياب محمد كوفي مشى، اسلام صلاح مصاب، المدافع محمد صالح اتصاب، فبالتالي دخل فيه محمود حمد اللي هو بيوظفه كباك ليفت، يعني كمساك ايسر ثالث. الباك الشمال بيبقى عمر كمال عبد الواحد، الاثنين اللي في النص فريد شوقي وسعيد صنبوري، على اليمين بيلعب كريم العراقي، ده الاربعه اللي في النص، قدامهم اوستن اموتو واسلام عيسى ومحمود وادي. يمكن 3-4-2-1. طب ايه الحل الثاني؟ الحل الثاني ان هو يلعب باربعه وثلاثه ارتكاز، هيبقى ده يدل ان هو بقى خايف تماما من النادي الاهلي، فطبعا يلعب بثلاثه ارتكاز، يقوم مدخل اوستن ايزي اميكا مع فريد شوقي وسعيد صنبوري، ويلعب 4-3-2-1. يا اما الحل الاقرب اللي هو زي ما عمل قدام نادي الزمالك اللي هو هيلعب بالثلاثه دول، طبعا هو بيلعب دفاع هاي لاين، يعني الثلاثه اللي ورا دول بيبقوا دفاع متقدم، بيلعب على مصيده التسلل. ميزه كابتن ايهاب جلال في كل الفرق ان يعني لو بصينا على السبوره هنلاقي ان الثلاث خطوط متقاربه جدا، الثلاثه بيلعب دايما في 15 متر، دي ميزه كابتن ايهاب جلال. ادي واحد يعني الثلاث صفوف، ادي الثلاثه اللي ورا، الاربعه اللي قدامهم، ده بيسمى ظهير جناح بيطير، اللي هو الباك اليمين بيطير وبيرجع، وده برده ظهير جناح بيطير وبيرجع، وبيلعب هنا عمر كمال عبد الواحد مميز قوي فيها في الفتره الاخيره، وهنا كريم العراقي. قدام طبعا اسلام عيسى اللي بيستلمه في العمق، واللاعب اوستن اموتو، قدام محمود وادي. طيب في البعض برضو بيقول ان هو بيلعب 4-4 او اقرب الى 4-4-1-1 او 4-4-2،
أربعة. لا في بعض المباريات. في بعض المباريات. هو من المدربين. جنب محمود وادي. جنب محمود وادي أو تحته سنة. هو بيلعب تحته سنة في ماتش الزمالك. وإسلام عيسى بيلعب ناحية اليمين. ناحية سوري أنا آسف. ناحية الشمال وسعيد صنبوري. سعيد صنبوري ناحية اليمين. دي نفس الطريقة دي. واثنين اللي هم في الوسط فريد شوقي. فريد شوقي وسعيد صنبوري وإيزي إيمك. وإيزي إيمك. أو عمرو موسى. أو عمرو موسى يعني اثنين في يعني بمعنى إن هو بيلعب ساعات 4-4-2. في بعض المباريات زي الشوط الثاني في مباراه الزمالك زي الشوط الثاني في مباراه الزمالك لما يعني خزن أوستن أوموتو ده خرجه وراح لعب ب 4-3 يعني 3 وخزن أوستن أوموتو ونزله الشوط الثاني ده بيحفظهم يعني واضح كمان من الارقام ازاي هم بيسجلوا الاهداف قبل ما نتكلم على الجمل هم جايبين كام جون النادي المصري 23 هدف منهم كام هدف من كره عرضيه 11 كره عرضيه اذا فريق النادي المصري مع إيهاب جلال هو فريق العرضيات احسن فريق في الدوري بيلعب عرضيات النهارده انت بتلعب فريق مميز جدا على مستوى الاطراف 11 هدف من 23 من كره عرضيه اللعب كله النهارده هيبقى من ورا علي معلول ومن ورا احمد فتحي 11 هدف من كره عرضيه بنسبه 47.8% الحاجه الثانيه 4 تسديدات طبعا بنسبه 17.39% اول حاجه عايزين نتكلم على ميزتهم في العرضيات وميزتهم في التسديدات ميزه النادي المصري ايه الجمله اللي بتتعمل دايما هو بيحفظهم حاجتين معروفه يعني انا متاكد ان هو بيشرحها لهم على السبوره يعني ايه الجمله اللي بتتلعب زي دي ولا السبوره الكبيره بقى زي دي يعني فطبعا اول تجيب لي واحده طيب عشان انا بحب السبوره واحب اشرح عليها اول جمله بتتعمل زي ما احنا قلنا هم عندهم 3-4-2-1 الجمله الاولانيه اللي بتتعمل بيبقى فريد شوقي اللي هو اللاعب رقم 5 اللي عليه الدايره دوت ده بيسقط بالشكل دوت بيعمل ايه الظهير اليمين اللي هو كريم العراقي بيتحرك بيطير بيبقى قدام يعني لو لعبناهم حتى قدام بالشكل ده بيجي مثلا فريد شوقي اهو بيجي في وسط لعيبه النادي الاهلي ادي فريد شوقي الظهير اليمين بيطير ورا علي معلول بتتلعب له بالشكل ده اهو يعني فريد شوقي بينزل يستلم بتتلعب بالشكل ده اهو من ورا علي معلول بيجي كريم العراقي بيكون عامل العرضيه لمحمود وادي اللي بيبقى على القائم القريب دايما الجمله دي يمكن احنا برضو معانا صوره ليها كربونه حصلت في هدف في مباراه الجيش نفس الصوره بالظبط ادي اهي بص حضرتك على الشاشه فريد شوقي بنفس الجمله بتتلعب تسقيطه ورا علي معلول بيعمل العرضيه اللي هو الباك اليمين اللي هو بيبقى كريم العراقي او سواء محمد جابر اي حد بيعمل الكره العرضيه لمحمود وادي نفس الصوره اللي بعدها هنلاقي الباك اليمين اللي هو طاير مستني الكوره ورا علي معلول دي جمله إيهاب جلال المعروفه عشان كده هم عندهم ميزه العرضيات 11 كره عرضيه نعم من 11 هدف من اصل 23 للنادي المصري من كره عرضيه اللعب كله هيبقى ورا علي معلول اذا لازم اخلي بالي سواء من الارتكاز اللي هيلعب النهارده سواء لعب حمدي فتحي خلينا معلش يا دكتور احمد علشان بس نروح لتشكيل المباراه مع زميلنا كريم احمد من ارض الملعب اتفضل يا كريم بجدد التحيه ليك كابتن اسلام الشاطر برحب بيك طبعا وبرحب بكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي ادخل معاك سريعا في اجواء المباراه وتشكيل فريق النادي الاهلي في بعض التغييرات كده ابدا معاك في حراسه المرمى علي لطفي خط الظهر من اليمين للشمال باسم علي ايمن اشرف ياسر ابراهيم علي معلول في المنتصف احمد فتحي وحمدي فتحي على الاطراف جونيور اجايه وجيرالدو وصالح جمعه ووليد ازار والاحتياط الخاص بفريق النادي الاهلي مصطفى شوبير حسين الشحات رامي ربيعه عربي بدر رمضان صبحي وناصر ماهر خرج من القائمه كل احمد الشيخ وهشام محمد لكن حابب اتكلم على صالح جمعه سريعا معاك يا كابتن اسلام بعد خروج للتشكيل يمكن بعض المواقع كتبت طبعا ان صالح جمعه ما اتمرنش بالنسبه للتدريب الاخير لفريق النادي الاهلي وغاب عن التدريب الجماعي انا باكد لك ودي معلومات يمكن خاصه لينا من صالح بنفسه صالح كان عنده امتحان واتمرن الصبح الامس واول امس اتمرن وامبارح كمان اتدرب تدريبتين تدريبه صباحا وحتى جه مع فريق النادي الاهلي جري حوالين الملعب بعض التدريبات التأهيل لصالح جمعه يعني الامور دي ما كناش بنحب نتكلم عليها على صالح جمعه بالتحديد بالظبط لكن خلينا مركزين في المباراه يعني النهارده شويه من الامر ده لان انا كنت متواجد وبتمرن وبجتهد في التمرين يعني خلينا بس في المباراه النهارده طبعا يعني طبعا بنشكرك على الاجتهاد وكل حاجه ولكن بالظبط يا كابتن بالظبط يا كابتن اسلام يمكن زي ما بقول لك الامور كلها ان شاء الله باذن الله تصب في مصلحتنا للتركيز تمام يا كابتن اسلام لو بتكلم على تشكيل فريق النادي المصري اسلام عيسى محمود وادي ايضا عفوا كابتن اسلام احمد مسعود في حراسه المرمى خط الظهر من اليمين للشمال ايزي ايميكا محمد جابر كريم العراقي وموتو اوجستين المنتصف الملعب عمرو كمال واسلام عيسى اسلام ابو سليمه
سعيد سنبوري ومحمد محمود وفريد شوقي. الاحتياطي ايضا الخاص بفريق نادي المصري محمود السيد، عمرو موسى، احمد ياسر، حسين رجب، عبد الناصر ديمارة، احمد شوشه ومحمود وادي. ده تشكيل فريق نادي المصري. وزي ما اتكلمنا طبعا على تشكيل فريق النادي الاهلي، واضح ان الغيابات مؤثره بشكل كبير، لكن ان شاء الله زي ما بنتكلم يا كابتن اسلام كالعاده ثقتنا في كل اللعيبه باذن الله النهارده. كل اللي متواجد سواء باسم علي النهارده يكون له دور، وان شاء الله يكون له تاثير كبير مع فريق النادي الاهلي. صالح جمعه هيكون النهارده فايق كل اللعيبه، مباراه مهمه. اكلمك كمان على الاستاد والتامين الخاص باستاد حرس الحدود، استاد الماكس طبعا بيه الاسكندريه، الكل متواجد، التامين كالعاده على اعلى مستوى، لكن التامين بدون جمهور الامر بيبقى صعب شويه. كنا بنعمل ان يكون في عدد قليل من جمهور النادي الاهلي نظرا لمباراه النادي الاهلي النهارده. هو تنظيم المباراه ومباراه النادي الاهلي كالعاده بيكون التنظيم على اعلى مستوى، وبنشوف رسائل مميزه جدا وحضور جماهيري رائع. لكن ان شاء الله باذن الله لعيبتنا النهارده تكون مركزه بشكل كبير، يكون يومنا جديه والاصرار منتظرينها ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله كابتن اسلام يكون فوز مميز يساعد النادي الاهلي باذن الله في بطوله لقب الدوري العام. انا معاك يا كابتن اسلام لو في استفسار. كريم من فضلك قول لي ارض الملعب، ارض الملعب اصل انا لعبنا كتير هناك، فارض الملعب من المفترض انها تقيله، هل النهارده انت شفتها حطيت رجلك فيها شفتها عامله ازاي؟ باكد على كلامك يا كابتن اسلام على ارضيه الملعب. يمكن مجرد وصلنا للاستاد كابتن سيد، كابتن يوسف، حتى صالح جمعه كمان نزل بنفسه على ارضيه الملعب. النجيله عاليه وفي يمكن منطقه كده في الملعب، يعني اللي نجيله عاليه وفي بعض المطبات وفي بعض المعوقات، لكن يعني ارضيه الملعب نقدر نقول مش 100%، لكن فيها بعض المعوقات والنجيله عاليه. وانت عارف طبعا بخبرتك كابتن اسلام يعني بتتقل شويه اللعيبه، ممكن يبقى في كرامبات، لكن ان شاء الله باذن الله النهارده الارض ترشت ميه ولا لا بشكل كبير. ارضيه الملعب ان شاء الله ما يبقاش عائق مع فريق النادي الاهلي، لكن كل الامور بغض النظر عن الملعب حتى هذه اللحظه لسه يا كابتن اسلام، لسه حتى هذه اللحظه. لكن من الواضح كالعاده طبعا فريق النادي الاهلي بيحاول ان يكون فيه رش باطل الملعب، لكن خايفين ان يبقى فيه رش الامر يزداد سوءا، لان يعني الحته اللي انا بكلمك عليها بان طبعا مع ذات المباراه، لكن الحته اللي انا بكلمك عليها صعبه شويه في منتصف الملعب وامام حارس المرمى. بنتمنى ان شاء الله على الطرفين طبعا على فريق النادي الاهلي والمصري، لكن بنتمنى ان شاء الله ما يبقاش فيه اي معوقات للاعبين خاصه بالنسبه لارضيه الملعب. بجانب كل هذه الامور تركيز شديد لفريق النادي الاهلي، اهميه المباراه، الجانب النفسي اتكلمنا عليه كابتن سيد، الجهاز الفني بيشتغل بشكل كبير جدا، وكان تحذير مهم من مستر مارتن لاسارتي لكل اللاعبين التمركزات الدفاعيه. الراجل اشتغل عليها بشكل كبير خلال الايام الماضيه، وحذر بشكل كبير على بعض العناصر الخاصه في فريق نادي المصري في التغطيات العكسيه، وايضا كمان التمركزات الصحيحه لياسر ابراهيم وايضا كمان ايمن اشرف. ان شاء الله باذن الله كل اللاعبين تكون في الفورمه النهارده، في فورمه المباراه، مركزين بشكل كبير. ان شاء الله باذن الله كابتن اسلام نكسب بثلاث نقاط يساعدونا باذن الله، لعيبتنا ثقتنا فيها لن ولن تهتز ان شاء الله. مباراه تكون من نصيبنا باذن الله كابتن اسلام. انا بشكرك جدا يا كريم، دائما في قلب الحدث، بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد. ان شاء الله بعد المباراه بقى، او لو في حاجه حصلت من دلوقتي لغايه بدايه المباراه، دايما الحقيقه كريم من الزملاء النشطاء جدا الحقيقه. طيب تشكيل بالنسبه للنادي المصري، هو النهارده بادئ بمحمد جابر كناحيه اليمين، ناحيه اليمين جابر. الجمله اللي هتتلعب اللي احنا اتكلمنا عليها هتبقى فريد شوقي او سعيد صنبوري، مش شرط، هو محفظهم الجمله ان واحد من دول سواء الاثنين الارتكاز او ايه زيمك اللي بادئ النهارده هيلعب تمرير طولي لمحمد جابر. النهارده بادئ بمحمد جابر ايزي ايميكا وفريد شوقي وسعيد صنبوري، وسعيد صنبوري ثلاثه في وسط الملعب زي ما انت قلت نفس التشكيل بالظبط. ان هو بس هو الاختلاف الوحيد اللي هو الباك اليمين محمد بيلعب جابر، بيلعب بثلاثي في وسط، مش مهم الاسماء، ولكن بيلعب بثلاثي في وسط الملعب ولا الثلاثي في خط الدفاع؟ لا هيلعب اثنين وثلاثي في خط الدفاع، يعني اثنين في الارتكاز. ايزي ايميكا، وهيبقى هنا سعيد صنبوري، وهنا اوستن اوموتو وبتاع ده، وسعيد صنبوري وقدام وادي. نفس التشكيله، مش بادئ باسلام عيسى. لا بادئ باسلام عيسى ازاي؟ مش طيب، ما انا بقول لك عشان كده هيبقى ثلاثه ورا، اكيد هيبقى في واحد فيهم ناحيه الشمال، يعني ما هو عمر كمال عبد الواحد هنا، ومحمود حمد، واسلام ابو سليمه، وشوشه، ومحمد جابر، ويبقى في واحد من الاثنين اللي في الارتكاز ده مش موجودين، يعني يا اما سعيد صنبوري يا فريد شوقي. بالظبط كده، لكن لغايه لما يجي لنا تشكيل النادي المصري، عايز اقول لحضراتكم مره اخرى تشكيل النادي الاهلي في هذه المباراه. علي لطفي طبعا في حراسه المرمى، باسم علي ناحيه اليمين، ياسر ابراهيم ناحيه اليمين ايضا او في وسط الملعب المدافع، ايمن اشرف، وعلي معلول، ثم اثنين في وسط او في قلب الملعب من الناحيه في وسط الملعب، احمد فتحي وحمدي فتحي، ثم الرباعي الامامي جيرالدو واجاييه وصالح جمعه، ومن امامهم وليد ازار. ده تشكيل النادي الاهلي لغايه بس ما يجي لنا تشكيل النادي المصري. نرجع مره ثانيه
كنا بنتكلم على دي اللعبه الاولانيه اللي هي بتاعه النادي المصري. اللعبه الثانيه بقى الراجل ايزي اللي هو اوستين اوموتو، برضو دي من الحاجات المتحفظه بشكل كويس جدا زي ما قلنا. اول حاجه العرضيات، الحاجه الثانيه بقى التسديدات. التسديدات دي هنشوفها النهارده كتير جدا من اللاعب ايزي ايميكا اللي هو الجناح، بيبقى اللي يعني لو عرضنا السبوره هنلاقي ان ده سعيدو صنبوري. نعم. سعيدو صنبوري معاه كوره او فريد شوقي، بس في الاغلب بيبقى سعيدو صنبوري. ده بيتحرك كده اسلام عيسى عشان ياخد معاه عين باسم علي وياخد معاه عين الاثنين الارتكاز. وبيجي اوستن اوموتو من الناحيه ديت يقوم قاطع للعمق، بتتلعب له بالشكل ده بالظبط، بالشكل ده اهو. اوستن اوموتو بيشوط من بره ال 18 مميز قوي. اوستن اوموتو ده من اللعيبه اللي جايبه 5 اهداف في 6 مباريات مع النادي المصري. فروت قوي جدا، مميز بالتسديدات وبضربات الراس، اكتر حاجتين مستين فيه. يمكن هو مش سريع قوي ولكن هو قوي بدنيا ومميز بحته التسديد. دي الجمله لو عرضنا الصوره اللي معانا هنلاقي نفس اللعبه بالظبط اهي. بص حضرتك سعيدو صنبوري بيلعب تمرير ده قدام المقصه. نعم. اتلعبت لايزي اوستن اوموتو قدام اهي، دي تمرير طولي بيبقى الفريق الثاني ضاغط، بيبقى متقدم دايما في النادي المصري مثلا في النتيجه، بيستغلها ان هو بيلعب تمرير طولي سعيدو صنبوري للاعب اللي قدام اوستن اوموتو اللي بيجري. لو الصوره اللي بعدها هنلاقي اوستن اوموتو جرى وراح مسدد جاب جون من هنا، نفس الفكره بالظبط. برده في ماتش نادي الزمالك الصوره اللي بعدها هنلاقي ماتش نادي الزمالك نفس اللعبه. بص حضرتك ده اللي معاه الكوره ده سعيدو صنبوري حطها ما بين رجل طارق حامد لاوستن اوموتو قدام. اوستن اوموتو طبعا لف ودار بالونش وراح شايط. دي اللعبه الثانيه المشهوره جدا. اذا اتكلمنا على العرضيات وخطوره محمد جابر النهارده من ورا علي معلول، دي هتبقى مفتاح مهم جدا ولازم نخلي بالنا منه. النقطه الثانيه نقطه التسديدات اللي هو اوستن اوموتو، دي حاجه مهمه جدا. اوستن اوموتو مميز جدا بالتسديد. يمكن النادي المصري زي ما اتكلمنا قلنا الكرات العرضيه التسديد. الحاجه الثالثه هي الضربات الثابته، برضو من الحاجات. اسلام ابو سليمه مميز جدا بلعب ضربات الراس. نادي الزمالك، نادي المصري سجل في نادي الزمالك من خلال ضربه ثابته. يمكن النادي المصري لو اتكلمنا على دايما على العرضه الثانيه وبيجيبها بضربه راس. اسلام ابو سليمه حتى من ايام ما كان كابتن حسام موجود، كابتن حسام حسن موجود في النادي المصري، اسلام ابو سليمه مميز دايما بضربات الراس. يبقى قلنا اول حاجه الكرات العرضيه 11 هدف، ثاني حاجه التسديدات، ثالث حاجه الضربات الثابته، رابع حاجه ضربات الجزاء، خامس حاجه وهي اهم واحد من اهم اللعيبه زي ما قلنا ان سعيدو صنبوري لعيب مهم جدا ومفتاح لعب كابتن ايهاب جلال بيستخدمه في اكتر من مركز، كارتكاز تاني، كصانع العاب، كجناح. سعيدو صنبوري لعيب كويس جدا وعامل 5 اسيست، صانع 5 اهداف مع النادي المصري من بدايه يناير. اذا مفتاح لعب كبير جدا. اللاعب الثاني وهو اسلام عيسى، النهارده بادئ باسم علي، فاسلام عيسى هيلعب على باسم علي، دي هتبقى النهارده يعني اسلام عيسى لعيب خطير جدا. اسلام عيسى مميز بالاختراق من العمق، مميز بالحل الفردي. اسلام عيسى ارقامه مسجل 7 اهداف مع النادي المصري. اسلام عيسى هو اللي هو هيبقى هنا رقم 7 وقدامه هيبقى باسم علي واحمد فتحي وحمدي فتحي. يمكن الراجل اللي صارت النهارده فكر ان هو عنده غيابات، عنده عمرو السوليه مش موجود، عنده حسام عاشور مش موجود، وبالتالي بدا بحمدي فتحي، قال لك هلعب بمين ارتكاز تاني. طبعا العربي بدري لسه صغير مش محبش ان هو يجازف بيه، فدخل احمد فتحي في الارتكاز جنب حمدي فتحي وبدا بمحمد وبدا بباسم علي. طبعا محمد يعني هتبقى في مواجهه ثنائيه خطيره جدا ما بين اسلام عيسى وما بين باسم علي، لازم طيب. احمد فتحي يرحل عليه. اهم الارقام اللي موجوده عندنا النهارده مقارنه ما بين علي لطفي واحمد مسعود. طبعا في مقارنه حراس المرمى، يمكن لو عرضنا المقارنه هنلاقي ان علي لطفي لعب ماتشين بس مع النادي الاهلي هذا الموسم ب 180 دقيقه، دخل شباكه 4 اهداف، حافظ على نظافه شباكه ماتش واحد من الاثنين. عدد المشاركات لاحمد مسعود 23 مشاركه، طبعا 27 سنه لكن علي لطفي 29 سنه. الرقم المميز لاحمد مسعود ان هو من تاني يمكن تاني اكتر حارس في الدوري حافظ على نظافه شباكه 9 مرات من 23 ماتش، ودخل شباكه 23 هدف في 23 مباراه، يعني بمعدل هدف كل مباراه. لكن حافظ على نظافه شباكه 9 مرات. على فكره برضو احمد مسعود من الحراس المميزه، ولكن بيعيبه ان انت عشان تلاعب كابتن ايهاب جلال النهارده، كابتن ايهاب جلال قدامك حل من الاثنين، يا اما تضغط ضغط عالي وتغلط احمد مسعود ودفاع النادي المصري زي ما عمل في ماتش السوبر كابتن حسام البدري ووليد ازار وغلط احمد مسعود، ودي حاجه مهمه جدا تمام. ان انت تلعب ضغط عالي وتغلطهم من بدري، يا اما تستنى وتلعب ضغط منخفض بس في خطوط 3 متقاربه لازم. ليه؟ لان عشان تقرب المسافات. لكن ما ينفعش ابدا تفتح الملعب لان ايهاب جلال حريف في استغلال المساحات. تمام. اخر حاجه بس عايزك برضو تقولها لمشاهدي النادي الاهلي
قناة النادي الأهلي. النادي المصري 14 هدف تحت قيادة الكابتن، دخل فيه 14 هدف تحت قيادة الكابتن إيهاب جلال. إزاي استقبل النادي الأهلي؟ يمكن أبرز نقاط الضعف للنادي المصري، يمكن هم استقبلوا ضربات ركنية، 4 أهداف من 14 هدف من ضربات ركنية. تمام، النادي المصري استقبل 4 ضربات ركنية نسبة كبيرة، إذن الضربات الركنية النهاردة مفروض تكون سلاح مهم جدا للنادي الأهلي. النقطة الثانية اللي بعد كده، في العرضية من الجبهة اليسرى، عندهم الجبهة الشمال اللي فيها عمر كمال عبد الواحد ومحمود حمد، الاثنين لعيبة كورة، الاثنين بالذات عمر كمال عبد الواحد، فالناحية الدفاعية عندهم مش قوية قوي، فإذا اللي بيلعب النهاردة جرالدو عليهم يقدر يكون مفتاح مهم جدا في الناحية دي. هتبقى زي ما قلنا جبهة إسلام عيسى وباسم علي جبهة خطر للنادي المصري، أنا أعتقد إن جبهة جرالدو وقدامه عمر كمال عبد الواحد ومحمود حمد هتبقى جبهه خطيره جدا للنادي الاهلي. طبعا في بعد كده التسديدات، من الحاجات اللي التسديدات على حدود منطقه الجزاء جه في النادي المصري 3 أهداف نسبه كبيره جدا، فدي يمكن ابرز نقاط الضعف. النادي المصري برضو في لعبه بس اخيره يعني ابرز نقاط ضعف النادي المصري، النادي المصري بيلعبوا الثلاثه اللي وراهم، يمكن دول بيلعبوا دايما هاي لاين، فانت النهارده وجود وليد ازارو يعني دفاع متقدم فليه؟ لان هو دايما بيحب كابتن ايهاب جلال يقرب المساحات، فانت عندك وليد ازارو تقدر تستغله في المساحات دي بالتمرير الطولي بتاع صالح جمعه، يعني صالح جمعه هو رقم 10 مثلا هيلعب لوليد ازارو التمرير الطولي، لان هم دايما لو لاحظنا مثلا الهدف اللي جه في النادي المصري دايما اي تمريره طولي في ظهر الدفاع بتبقى سهل جدا ان انت تضرب دفاع النادي المصري بالتمرير الطولي من خلال سرعات وليد ازارو تحديدا. كان وليد ازارو الناس بتنتقده بعض الشيء، ولكن انا وجهه نظري مهاجم سريع وشرس تقدر تستغله في المباراه اللي زي دي. ايهاب جلال بيلعب دفاع متقدم، تقدر تستغل البينيات، يجب استغلال وليد ازارو، ممكن يجيب ضربه جزاء، وليد ازارو مميز بالضغط زي ما ضغط قبل كده على احمد مسعود، سريع ممكن يجيب ضربه جزاء، يجيب فاول، يجيب هدف من انفراد، فاذا مهم جدا ان انت تستغل، لان خاصه ان دفاع النادي المصري مع ايهاب جلال بيلعبوا هاي لاين، حتى لو لعبوا بالاربعه بيلعبوا دفاع هاي لاين، يعني بيلعبوا دفاع متقدم، وبالتالي بيبقى في مساحات ورا. يبقى هي اذا النادي الاهلي النهارده ياخد باله ان في مساحات خلف، في مساحات والضغط فعلا. انا وجهه نظري لو انت ضغطت على النادي المصري ضغط عالي من بدري هيغلطوا، هتغلطهم من بدري. تمام، تقدر ان انت تخلص الماتش بقى بضربه ركنيه بضربه ثابته من بدري. عموما خلينا نشوف ماذا سيحدث، وان شاء الله نلتقي ما بعد المباراه ونشوف اهم الارقام والاحصائيات للاعيبه النادي الاهلي ولاعيبه النادي المصري. اشكرك جدا يا دكتور احمد. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل خبيرنا التحكيمي النجم الكبير الكابتن سمير عثمان، طاقم التحكيم من المكسيك، يعني طاقم التحكيم من المكسيك لاداره مباراه النادي الاهلي والنادي المصري. نطلع فاصل، وبعد الفاصل كابتن سمير عثمان. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. خلينا نرحب بخبيرنا التحكيمي النجم الكبير الكابتن سمير عثمان. ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا كابتن عثمان. حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. النهارده هفاجئك بقى بطاقم تحكيم ولا من اوروبا ولا من المكسيك. يبقى احنا كده فاضل لنا استراليا ونلف العالم كله، وبعد كده اليابان، ما جالناش حد من اليابان ولا جالنا حد من اليابان؟ لا لسه اليابان ما وصلناش. اليابان والصين والناحيه دي لسه، الناحيه اليمين ما حدش جالنا، وافغانستان والناحيه دي ما حدش جالنا. احنا شمال بس، ماشيين شمال بس. المره دي عدينا المحيط بقى الاطلنطي. ماشيين ايه؟ من ناحيه الشمال. المهم كابتن اسلام استاذن حضرتك بس انا بقول الحمد لله على السلامه الكابتن ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق، لسه كان عامل عمليه جراحيه الاسبوع السابق، واتمنى له كل شفاء باذن الله ويرجع تاني ان شاء الله لحياته الطبيعيه. ربنا يقومه بالسلامه يا رب ويرجع بالف سلامه لاهله واولاده والاصدقاء ان شاء الله باذن الله. كابتن سمير طاقم تحكيم دولي. ايه دولي ولا مش دولي؟ بص، هو طاقم التحكيم المفروض الطاقم من 4. طب قبل ما اقول الاسماء حتى، طب اتفضل. طب مش لازم نقول اسماء، نطلع نشوف التقرير على طول. طيب، وبعدين نرجع نتكلم. هو مش دولي قبل بس ما نطلع التقرير؟ لا مش كله. مش كله دولي؟ ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي بصراحه يعني. فعلا؟ للاسف يعني. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن طاقم التحكيم لهذه المباراه ونرجع نتكلم دولي ولا مش دولي. اختارت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مكسيكي بقيادة روبرتو غارسيا
لإدارة مباراة المارد الأحمر وضيفه المصري البورسعيدي، يعاونه كل من أندريا هرنانديز وكريستيان كابك والحكم الرابع إريك ميريندا. روبرتو غارسيا أوروسكو يبلغ من العمر 44 عاماً، حيث أنه من مواليد 24 من أكتوبر عام 74 بمدينة مكسيكو سيتي. بدأ المكسيكي مشواره في مجال التحكيم موسم 94، ظهر للمرة الأولى في الدوري المكسيكي موسم 2003 وحصل على الشارة الدولية في 2007. تم اختيار غارسيا في 2011 لإدارة مباريات كأس العالم تحت 17 عام والتي أقيمت في بلاده المكسيك، كما تواجد في قائمة حكام أولمبياد لندن 2012، وظهر في مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره البيلاروسي في دور المجموعات وانتهى بفوز الفراعنة بنتيجة 3-1. كما تم اختيار الحكم المكسيكي ضمن قائمة الحكام 52 لكأس العالم 2014 في البرازيل. شارك غارسيا في إدارة مباريات كأس العالم للأندية 2016، أدار خلالها مباراة واحدة جمعت سان داونز الجنوب أفريقي وكاشيما أنتلرز الياباني، وفاز فيها الأخير بهدفين من دون رد. أدار الحكم المكسيكي 377 مباراة عبر مشواره الطويل، أشر خلالها 1809 بطاقات صفراء، 35 بطاقة صفراء تحولت لحمراء، و57 بطاقة لطرد مباشر، واحتسب 72 ركلة جزاء. كما قام الحكم المكسيكي بإدارة مباراة الافتتاح في بطولة كوبا أمريكا 2016 بين المنتخب الأمريكي ونظيره الكولومبي. هذا الموسم أدار الحكم المكسيكي 12 مباراة، أشار خلالها البطاقة الصفراء 53 مرة والبطاقة الحمراء المباشرة مرتين، كما احتسب 3 ضربات جزاء. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن سمير، دولي ولا مش دولي؟ يعني ايه طاقم تحكيم بيحكم مباراه لاكبر فريق في افريقيا واكبر فريق في الوطن العربي، والنادي المصري واحد من اكبر واهم الانديه في مصر وفي العالم العربي، ازاي يبقى فيهم حكم؟ ومباراه مهمه جدا كمان، مباراه هامه جدا. بالظبط، طاقم الحكام يا كابتن فيه 3 حكام دوليين، والحكم الرابع إريك ميريندا مش دولي، مش موجود في القائمه الدوليه. الحكم الرابع؟ طيب لا، الحكم الرابع ده ممكن يبقى حكم رئيسي بعد ثانيه. ازاي؟ هقول لحضرتك حاجه، لا قدر الله الحكم الرئيسي اصيب، مين اللي هينزل؟ الحكم الرابع. الرابع، لان الحكم الرابع ده بيبقى حكم ساحه مش حكم صفاره. وانا طبعا قبل ما بخش بحاول احضر، بس بشوف اسم الحكم اللي هيحكم النهارده، حكم كويس جدا المفروض تاريخه يشفع له حاجات كتيره جدا. حكم كويس يعني؟ يعني فنان كويس قوي جدا. من وده اللي يهمنا بصراحه. خلاص، احنا قلنا كده الدولية مش هنفتح بقنا في اي حاجه. نهايه المباراه من 2007 ولعب نهائي كاس عالم الناشئين تحت 17 سنه في 2011 بين الأوروغواي وفرنسا، فواضح انه حكم يعني فنياته عاليه. بس انا بتكلم يا كابتن في نقطه تانية، المفروض الطاقم الحكام اللي يجي لازم بالكامل، دي لان دي في قائمه بشكل كامل طبعا، لان انت بتبعت، انت عاوز طاقم حكام دولي، ما ينفعش يبعت لك 3 و1 زي انت ما بتبعت بره، لازم طول عمرهم يبقوا دوليين. ودي طبعا مسؤوليه لجنه الحكام الرئيسيه، هي لازم تتاكد الطاقم اللي جالها بالاسامي اللي جايين لنا دول دوليين ولا لا، لانهم جايين بقيمه ماليه كبيره. بس هنا بقى عندي استفسار يا كابتن اسلام معاك كده سريعا. احنا عارفين القيمه بتاعت استخدام الحكام الاجانب 25000 دولار، مظبوط؟ انا بس عندي استفسار، ازاي تبقى القيمه ثابته اما حكام يجوا من اوروبا ب 25000 دولار وحكام برضو من المكسيك يجوا ب 25000 دولار؟ طبعا هي علامه، بالنسبه لي انا هي علامه غريبه شويه، لان انت عارف تذاكر الطيران هتختلف طبعا. فانا اوريدي انا شايف المبلغ ده 25000 دولار ده مبالغ فيه تماما يعني. انما اتمنى التوفيق النهارده. روبرتو غارسيا من الحكام مشهود لهم بالكفاءه وعنده جراه، مش يعني النجوم مش بتزغلل العينيه، واحنا زي ما قرينا على بعض المواقع انه ادى كروت صفراء لمعظم عظماء لاعبي العالم في امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه، ده يدل ان حكم مش بيخاف، جريء، فنيته ان شاء الله عاليه من بعض المباريات اللي الواحد اتفرج عليها. معاه مساعد الاولاني عنده 42 سنه في القائمه الدوليه من 2014،
ومعاه كريستيان كاباك ده لسه حكم دولي جديد مساعد لسه داخل القائمة الدولية السنة دي في 2019. ادى انذار لميسي؟ ادى انذار لميسي بالظبط، وادى انذار برضو لنيمار، فواضح مش بتزغللوا نجومية اللعيبة، لأن في بعض الحكام اللي بتبقى شخصيتهم ضعيفة شوية ما يروحش للنجوم ويديلهم انذار عشان ما يحتكش بيهم، بس واضح إن الحكم بتاع النهاردة حكم جريء، فنياته عالية، أتمنى له يا رب كل التوفيق ويبقى استفادة للحكام المصريين نتفرج عليه النهاردة ونستفيد منه يا رب إن شاء الله. عجبك حكم مباراة الزمالك وبيراميدز؟ لا خالص، شخصيته كانت ضعيفة في الملعب، الكروت اللي استخدمها الناس كلها بتقول إنها كروت كتيرة، لا بالعكس، ده فيه هو ده حوالي 6-7 إنذارات، لا في المباراة دي على الأقل كان في حالتين طرد كان لازم يشر لهم الكارت الأصفر في المباراة. كان طارق حامد، وفي لعيب برضو من بيراميدز اوكي بس انا مش متذكر اسمه، انما بس بتاع طارق كانت واضحه جدا، لان طارق خد الانذار الاولاني مستحق لانه اعلى درجات التهور. في كره تانية كان لازم برضو ياخد البطاقه الصفراء، شخصيته ما كانتش عاليه بصراحه في المباراه، وادت فيها يعني كان في مشاكل كتيره في المباراه يعني. طيب يمكن عشان كده جابوا حكام من المكسيك. المكسيك يعني بص خلي بالك يا كابتن بعيده، ما انا بقول لحضرتك احنا فاضل لنا اسيا وحكم من استراليا، يبقى كده لجنه الحكام لففتنا الكره الارضيه كلها. هيعملوا ايه؟ مش الانديه اللي بتطلب يا كابتن اسلام، اطلب زي ما انت عاوز بس هات حكم إليت ايه، حكم نخبه انت عارف اسمه تمام، لازم منك دي بقولها على طول إليت ايه، وده لازم ده لازم نخبه ايه دول هم بيحكموا في كاس العالم وهم بيحكموا في الدوريات اللي جنبينا. هي النقطه يا كابتن، طالما انك بتطلب لازم تجيب حكم كويس اسمه سابقه يسهل لك المباراه. يا رب الطاقم بتاع النهارده ينجح في المباراه، وان شاء الله هينجح يعني باذن الله. بس انا قلقان من حاجه ايه برضو، النهارده هو المكسيكيين والكره الامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه بيبقوا ايه سخنين شويه وحامين، تفهم ازاي، برغم هو قانون كره القدم واحد بس بيبقى اسلوبهم في اداره المباراه بعض الاحيان بيبقى شيء في شيء من العصبيه شويه. نتمنى يا رب كل التوفيق. احنا دايما قبل الماتش بتدينا الخطه اللي هيمشي عليها الحكم المباراه، يعني نتمنى له طبعا كل التوفيق بإذن الله. بغض النظر عن المكسيك او من هنا او من هنا، ولكن نتمنى له كل التوفيق ويخرج بالمباراه الى بار الامان ويدي العدل للفريقين باذن الله ان شاء الله. مشكورك جدا يا كابتن سمير، وان شاء الله نلتقي بعد المباراه ان شاء الله. شكرا جزيلا للكابتن سمير عثمان. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن احمد بلال، النجم الكبير الكابتن اسامه حسني، بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوف حضراتكم في ساعه ما قبل مباراه النادي الاهلي ونادي المصري. حقيقه مباراه هامه جدا، ولكن خلوني ارحب بضيوفنا الكبار الاول قبل ما نتكلم اكتر عن تحليل هذه المباراه. كابتن فتحي نصير، ازيك كابتننا؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ ما كنتش معانا، كنت في سفريه كده سريعه والله. الله يسلمك، الله يسلمك، مفتقدينك دائما. الله يخليك، منوره بيك، ودايما كنتم متعلقين وشاهدك عبر الاسير يعني. ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن احمد بلال، ازيك يا بلال؟ ربنا يخليك، ازيك يا سيدي؟ الحمد لله، ربنا يخليك يا رب، الحمد لله كله تمام. ايضا النجم الكبير كابتن اسامه حسني، ازيك يا سمس؟ ازيك يا كابتن اسلام، اخبارك ايه؟ كله تمام زي الفل الحمد لله. الحمد لله، اتمنى يا رب ان شاء الله تكون مباراه جيده ومباراه تليق باسم الفريقين النادي الاهلي والنادي المصري. كابتن فتحي، قبل بس ما اروح لحضرتك خلينا نقول تشكيل الاهلي وتشكيل المصري، علشان برضو نرجع نذكر جمهور قناه النادي الاهلي بالتشكيلين. تشكيل النادي الاهلي في هذه المباراه: محمد علي لطفي وياسر ابراهيم وايمن اشرف وعلي معلول وباسم علي، احمد فتحي وحمدي فتحي اثنين في وسط الملعب، صالح جمعه، جيرالدو واجاييه، وفي الامام وليد ازهر. ده تشكيل النادي الاهلي. اما تشكيل النادي المصري: احمد مسعود، اسلام ابو سليمه، ومحمود حمد اثنين في وسط، اثنين مدافعين، ثم كريم العراقي باك يمين، وعمر كمال باك شمال، وثلاثي في وسط الملعب: ايزي اميكا وفريد شوقي وسعيد زنبوري واسلام عيسى ناحيه اليمين، ومحمد جابر ناحيه الشمال، او الشمال اسلام عيسى ومحمد جابر ناحيه اليمين، واموتو اوجستين
في الامام كراس حربه وحيد. كابتن فتحي، ده تشكيل النادي الاهلي وتشكيل النادي المصري، اولا ناخد راي حضرتك في التشكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه كابتن اسلام، اولا الواحد مش عارف يبدا منين، لكن هقول لك حاجه. تشكيل النادي الاهلي لو قارناه بتشكيل النادي الاهلي لما لعب مصر المباراه الاولى، اثنين بس، علي معلول واحمد فتحي. مظبوط. 9 لاعبين متغيرين. 9، ده يعني رقم مش قليل، رقم كبير في عالم كره القدم. هتقول لي مين المسؤول؟ المسؤول نمره واحد اللي بينظم هذه المسابقه كاتحاد، في ضغوطه وفي اصاباته وفي الحاجات دي كلها، بتكم هذه الاصابات واللي بتحصل والضغوط، وما بقتش فيها متعه، هو بقى فيها واجب. ان انا رايح الشغل، اصبحت شغل لكن ما بقاش كره للمتعه. نعم. لكن مش للجمال. فالراجل معذور ان هو في هذا الوضع، لما الاقي اقارن الماتش ده بمباراه مصر السابقه الاقي 9 لعيبه متغيرين، هل هو مغيرهم لانهم وحشين؟ لا، يعني التسعه الاولانيين لا، ولا في صفقات جديده جت برضه، يعني حتى لو جت الصفقات مش هي دي اللي هي مش موجوده، والصفقات مش لاقيها، يعني الصفقات في وسط في المجموعه برضه مش من ضمن التسعه. لا، ياسر ابراهيم وجيرالدو. بس جيرالدو يعني ثلاث صفقات، يعني مش هي. طب انا عندي لعيبه ثانيه كتير، يعني انا قصدي ان مش المستوى كان الحاكم، لكن الحاكم هو سلامه اللاعبين. سلامه اللاعبين بدليل، عشان انا بس في التشكيل مش عايز حد يعترض او ينتقد او نقول ليه ما لعبش ده ولعب ده، اكيد هم احسن ناس عنده دول. تمام. بدون يعني اي حد مكانه هيحط دولات، لان هو شايف الاصلح وهو المسؤول وهو الاقرب لهم وهو عارف هو بيعمل ايه. لكن حته ان احنا كمن بره بنقول ارائنا فيها ايه، ارائنا ما نقدرش ان احنا نقول اي حاجه. انا بحب تسمع رايك. رايك انت. رايي انا احترم. قبل بس ما نتكلم عن راي حضرتك كابتن، طبعا كابتن فتحي ده فريق النادي الاهلي وهو نازل ارض الملعب على الهواء مباشره مع حضرتك. اتفضل يا كابتن فتحي. احترم راي المدرب. نعم. لانه هو الادرى. احترم راي الجهاز الفني، لانه هو اللي عارف الفرقه شكلها ايه، وعارف فرقته ايه، وعارف هو هيلعب مين. تمام. لكن لو انا موجود معاه وقعدت معاه وهم عمالين بيتناقشوا وشفت الفرقه وتابعت اللعيبه وبقيت قريب منهم، اقدر اقول في الحاله دي ان التشكيل ده غلط او التشكيل ده صح، لان انا مش عارف كل المعطيات. انت كاتب لي اسماء على ورق، الورق ده خلاص، فلازم اعتمده ان هو اوكي طالما عندي ثقه في الله وفي الجهاز الفني اللي جابه مجلس الاداره. تمام. طبعا ده تشكيل او لاعبي النادي المصري وهم نازلين ارض الملعب ايضا لاجراء الحركات الاحمائيه قبل بدايه المباراه. كابتن بلال، ايه رايك في تشكيل النادي الاهلي وتشكيل النادي المصري؟ بص، يمكن تشكيل الاهلي على طول في تغيير باستمرار، ودي برضو حاله خد بالك يعني ما نتمنهاش، انك انت دايما كل مباراه عندك تشكيل مختلف، حاله من الانسجام ممكن تضيع في بعض الاوقات. انت دايما لما انت كتيم بتلعب بتشكيل ثابت او يكاد يكون ثابت، ممكن تغير لعيب او اثنين، وارد جدا في كل مباراه تغير لعيب او اثنين، اي فرقه في العالم بتغير لعيب او اثنين، لكن انك تغير 7-8 لعيبه اعتقد بيأثر على المستوى الفني للاعبين. تمام. لعيبه النهارده او التشكيل اللي موجود في الملعب، في لعيبه يمكن ما لعبتش من بدايه الموسم، يعني النهارده بس باسم علي ما لعبش يمكن بقاله فتره كبيره جدا. عوده يعني، دي هتبقى عوده بالنسبه له، مطلوب فيها اثبات الذات. الروح القتاليه النهارده هي المعيار اللي هيقاس بيه عليه الاداء اللعيبه النهارده في الملعب. يمكن يعني كابتن قال حاجه مهمه جدا، قال لك النهارده لما تلعب مباراه وبعديها بفتره تلعب مباراه في 9 لاعبين متغيرين، ده وضع طبيعي انه يعمل بعض من الخلل. انا مش عايز اكون قاسي شويه على التشكيل، ولكن ده برضه ممكن يكون في خلل. انت النهارده برضه بتلاعب فرقه تقيله، المصري دي فرقه تقيله، المصري يمكن زي النادي الاهلي بالظبط، هم اتغلبوا 4 مباريات فقط لا غير، فده معناه ان هم برضه فرقه بتحاول تحافظ، وكمان نتائجهم مع مثلا بيراميدز اللي هم الاثنين نتائج كبير، ومع الزمالك 3-3، ومع كسبان الزمالك 2، كسبان الزمالك 2، فرقه تقيله. فانت النهارده هل انت التشكيل اللي انت حطيته كمدير فني يتناسب مع امكانيات المباراه، يتناسب مع قدر الفرقه اللي انت بتلعبها؟ ده اللي المفترض ان المدير الفني زمالك كابتن هو ادرى بالحته دي، ادرى بالحاله النفسيه عند اللعيبه،
اضرب الحاله البدنيه عند اللعيبه، ودي حاجه مهمه جدا جدا يا كابتن. النهارده ممكن يكون حاله اللعيبه البدنيه اللي موجوده في الملعب النهارده حالتهم جيده جدا، فبالتالي يسمحوا ان هم يقدموا مباراه جيده النهارده. فهي هتبقى المقياس والمعيار عند المدير الفني زي ما الكابتن قال، ان هو النهارده شايف حاله اللعيبه النهارده، اللعيبه دي هل امكانياتها وحالتها البدنيه والنفسيه تسمح ان هم يخوضوا مباراه كبيره زي مباراه النهارده؟ انا بعتبر دي من المباريات اللي بتديك دوري عام، يعني انت النهارده ماتش بيدي دوري عام. فالنهارده الحاله النفسيه عند اللعيبه مطلوبه بشكل كبير جدا. انت خلاص يا اسلام كل ما بتخش على نهايه الدوري كل ما المجهود او التدريبات البدنيه بتقل، كل ما الشغل النفسي بيزيد، والشغل الخططي زي ما هو ما بيزيدش وما بيقلش، يعني هو يعني شغل متوسط. فانت النهارده الحاله النفسيه اللعيبه هترفع من مستوى الحاله النفسيه عند اللعيبه اللي هتلعب النهارده المباراه، لانك انت كمدير فني عارف ومقدر قيمه نادي المصري، جاي من انتصارات كتيره جدا، مدير فني بيعرف يلعب الفرق الكبيره وهو متميز في الحته دي يمكن السنوات اللي فاتت كلها يا كابتن، بيعرف يلعب النادي الاهلي، بيعرف يلعب نادي الزمالك، بيعرف يلعب الفرق الكبيره، ممكن في بعض الاوقات يتهزم او يتعادل او تحصل نتائج سلبيه مع الفرق الصغيره، لكنه في قمه تركيزه مع الاهلي والزمالك وبيراميدز والاسماعيلي. كابتن ايهاب جلال معروف الحته دي عنده ميزه جدا، بيعرف يلعب كور من الفرق اللي بتعرف تستحوذ، ولكن في بعض الاوقات وانا اتفرجت عليه اوقات كتيره يا اسلام ابتدى يغير من نمط وشكل لعب، ابتدى يلعب على اخطاء الخصوم، ودي برده حاله فنيه، حاله ذكيه للمدير الفني. فانا شايف النهارده لو المدير الفني شايف ان الحاله البدنيه للعيبه هتسمح بالظبط لسرد الحاله البدنيه للعيبه دي والحاله النفسيه تسمح ان هم يخوضوا مباراه زي كده، فاعتقد ممكن يكون محقق. لكن التغييرات الكتيره في بعض الاوقات بتكون يا اما ايجابيه قوي يا اما سلبيه، هو مجبر عليها برضه حسام مزاج. ما انا بقول لك كابتن يا اما ايجابيه قوي يا اما سلبيه. ايجابيه لو اللعيبه اللي في الملعب دي خلاص هم شايفين ان هم وقدراتهم ان هم في حاله نفسيه تسمح لهم ان يخوضوا مباراه زي كده. ما هو طبعا انت عندك مجموعه كبيره جدا من المصابين، 9 لاعبين، غيابات حوالي 16 او 17 لاعب، وبالتالي انت مضطر ان انت تعمل هذه الاجراءات او هذه التغييرات في الفريق. في غيابات مؤثره طبعا في الفريق. علي لطفي النهارده موجود مكان الشناوي للايقاف، وطبعا خطا الشناوي المباراه اللي فاتت بياخد انذار كان محتاج هدوء، هو حتى لو رجع اتفرج على نفسه يقول انذار ملوش لازمه، فكان محتاج الهدوء. علي معلول في باك ليفت بقاله فتره وبيشتغل بصفه اساسيه، ايمن اشرف نفس الكلام، ياسر ابراهيم كان بيدخل، رامي ربيعه. التغييره الجديده النهارده هو دخول باسم علي واحمد فتحي في وسط الملعب. كنت اتمنى يكون احمد فتحي هو ناحيه اليمين باك رايت، احمد فتحي رجليه في الملعب عشان دفاعيا هو الجبهه المحركه النادي المصري هو اسلام عيسى، اقدر اشتغل على اسلام عيسى واوقفه في الناحيه دي، خاصه ان باسم علي يعني هو هجوميا اقوى دفاعيا وبقاله فتره بعيد، فممكن ممكن يكون في صعوبه شويه. وكان دخول رامي ربيعه بيمتاز في وسط الملعب، انه بيقدر يعمل الباص السليم، عمليه الاستحواذ والتمرير الكوره وقطع الكرات. ورامي ربيعه رجليه في الملعب بقاله فتره، يعني لعب كذا مباراه بس رجليه في الملعب عكس باسم علي البعيد بقاله فتره. فدي هي بس التغييره الوحيده اللي كنت اتمنى تكون موجوده، احمد فتحي باك رايت، رامي ربيعه. لكن الباقي برضو بيلعب؟ لا موجودين، انت عندك صالح جمعه بيلعب في الحته دي بقاله 3 4 ماتشات، جونيور وجيرالدو ووليد ازارو، هي دي التوليفه الاماميه، ساعات بيدخل معاهم حسين الشحات، كان كمان موجود. يعني لو رامي ربيعه موجود في الحته دي يا كابتن اسلام كنا ممكن نستفيد منه كمان في الكرات العرضيه اللي بيمتاز بيها نادي المصري، شفنا في مباراه الزمالك بيحرزوا هدف في الكرات العرضيه. مشكلة. يعني النهارده كان ممكن هي لكن خلاص بدل لاسارتي زي ما الكابتن فتحي والكابتن ميلال قال، هو اضرب بامور اللعيبه، فانا خلاص دي التشكيله نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. لكن كنت اتمنى بقى اللعيبه امبارح تتفرج على ديربي انجلترا امبارح، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، دوري في يعني في المباريات الاخيره. شفت امبارح مانشستر سيتي درس لازم نتعلم منه، بيلعب مباراه صعبه بره ملعبه على ملعب المنافس، هو لازم يكسب علشان يتصدر بفارق نقطه. شوف الهدوء اللي عند اللعيبه النهارده، بيعدي 45 دقيقه مفيش استعجال، مفيش الصربعه في الكوره، ما بقوش يشتغلوا الكرات الطويله زي مباراتنا مع بيراميدز في اخر تلت ساعه، بدانا نشتغل الاسلوب مش بتاعنا، يعني احنا طول المباراه ماسكين المباراه، بتشتغل استحواذ، تدوير الكوره من على الجبهات، في فرص وفي اهداف محققه بتضيع عشان في استعجال. امبارح درس حلو في كره القدم، الهدوء الحته اللي احنا بنتكلم عنها بقالنا فتره. لعيبه النادي الاهلي طول ما انا داخل وعندي ضغوطات عاليه مش هقدر ادي اللي عليا، طول ما انا داخل عايز استمتع، عايز العب الكوره بتاعتي، الضغط، الاستحواذ، الفرص، حتى الفرص امبارح لما بتيجي بنشوف الفرص ما فيهاش ضغط، لا ده فيها هدوء، راجل بيركن الكوره، بيحط الكوره بوش رجله، اهداف حلوه. فالنهارده دي يعني
كان درس مهم امبارح لعيبه النادي الاهلي تتفرج على مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، الهدوء حتى كمان في الفرص اللي هتتخلق النهارده ان شاء الله يكون موجود فرص. احنا في المباراه السابقه فرص كتير، مش فرص ده اهداف ضاعت بسبب ان في رعونه وفي استعجال وفي صربعه. النهارده اتمنى وانت في فتره حساسه من عمر الدوري ان يبقى فيه الهدوء ده ان شاء الله. تمام، هنطلع فاصل. وطبعا منذ قليل جالنا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، والاستاذ العمري فاروق وزير الشباب والرياضه الاسبق ونائب رئيس النادي الاهلي، الاثنين الحقيقه متواجدين، والاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي زي ما حضراتكم شفتوا منذ قليل كانوا معانا. يا ريت يا سمير لو جاهزه برضو اللقطه دي معاك مره تانية علشان تعرف قد ايه المسانده دايما بتبقى في ظهر لاعبي النادي الاهلي ما بين رئيس مجلس الاداره ونائب رئيس مجلس الاداره ومجموعه اعضاء مجلس الاداره اللي موجودين. اعتقد ان الاستاذ طارق قنديل موجود، والاستاذ خالد درندلي هيروح، وايضا الاستاذ خالد مرتجي، المجموعه اللي هتبقى موجوده استاذ ابراهيم الكفراوي، كل الناس هتروح، كابتن جوهر نبيل، بقيه الاستاذ محمد الجرحي، الاستاذ محمد الضماطي، كلهم اعتقد هيبقوا موجودين بعد قليل. لكن دي صوره مهمه جدا لقد ايه الناس دي موجوده علشان تشيل الضغط من على اللاعبين. الكلام اللي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره والمشرف العام على كره القدم اتكلم مع اللعيبه على هذا الموضوع تحديدا، كيفيه ان انت كلاعب في الملعب تلعب باسم النادي الاهلي وباسمك وخبرتك الكبيره جدا ان انت تلعب وتشيل الضغط من عليك تماما. صوره الحقيقه نتمنى ان شاء الله ان احنا دائما ما بنشوف الصوره دي خلال الفتره اللي فاتت، ونتمنى ان احنا نشوفها دايما خلال الفتره اللي جايه. هنطلع نشوف تقرير عن استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه ونرجع نكمل مع حضرتك. رغبة في استعادة الانتصارات يدخل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اختبارا صعبا اليوم الخميس حينما يلتقي مع نظيره المصري عند 8 مساء على أرض ملعب استاد المكس بالأسكندرية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 19 لبطولة الدوري الممتاز. يسعى المارد الأحمر لحصد النقاط 3 وتعويض الهزيمة في المباراة السابقة أمام بيراميدز وتقليص فارق النقاط مع بيراميدز متصدر المسابقة برصيد 63 نقطة، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 58 نقطة. الفوز سيدفعه لاحتلال الوصافة بعد تعثر الزمالك بالخسارة أمام بيراميدز، ولا شك أن المباراة ستأخذ طابع الإثارة لرغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز، خصوصا أن المصري يريد تأكيد جدارته في الدوري والحفاظ على المربع الذهبي، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 46 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الخامس، فضلا عن أن الفريق لديه الدافع لتحقيق نتيجة إيجابية استمدها من الفوز على الزمالك بـ2 مقابل هدف في الجولة قبل الماضية. حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على علاج بعض السلبيات التي طرأت على أداء الفريق خلال الفترة الماضية والمتمثلة في إهدار الفرص السهلة، وحذر اللاعبين من الرعونة أمام المرمى حتى لا تكلف الفريق نتيجة سلبية كما حدث أمام بيراميدز بعدما تسابق اللاعبون في إهدار الفرص السهلة وفي النهاية خسر الفريق. حرص الجهاز الفني على مشاهدة المباريات الأخيرة للنادي المصري بصحبة الجهاز الفني واللاعبين للوقوف على مواطن القوة والضعف بالفريق والتأكيد على مهام كل لاعب، ومنح الجهاز الفني تعليمات مشددة على لاعب الدفاع بفرض رقابة لصيقة على مفاتيح القوة الهجومية للمصري المتمثلة في المهاجم النيجيري أوستن أوموتون ومحمود وادي وإسلام عيسى المثلث الهجومي الخطير للمصري. كما يدخل الفريق مواجهة اليوم وهو يفتقد عديد العناصر الأساسية بداعي الإصابة والإيقاف، على رأسهم محمد الشناوي، حسام عاشور، عمرو السولية، محمد هاني، فيما دخل في قائمة المباراة الثنائي أحمد الشيخ وباسم علي للمرة الأولى منذ فترة طويلة، كما عاد رمضان صبحي من الإصابة في العضلة الأمامية وبات جاهزا للمباراة، وتبقت مشاركته وفقا للرؤية الفنية لمارتن لاسارتي. على الجانب الآخر، أنهى المصري تدريباته خلال الفترة الماضية تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني، وخوض العديد من المباريات الودية استعدادا للأهلي، كان آخرها الفوز على نجمة سيناء بـ8 أهداف مقابل هدف،
اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين واستقر على طريقة اللعب والتشكيل اللذين سيخوضوا بهما المباراة، وحذر الجهاز الفني اللاعبين من الاندفاع للهجوم على حساب الالتزام الدفاعي. وأفقاً لتدريبات الفريق الماضية، فإن الجهاز الفني سيعتمد على غلق المساحات في وسط الملعب والاعتماد على الهجمات المرتدة. كابتن فتحي، طريقه لعب النادي المصري طريقه معروفه، او كابتن ايهاب جلال بيفرض طريقه لعبه على اللاعبين اللي موجودين في النادي المصري، بيعمل ايه؟ بيمسك الكره وبيلعب من ورا وبيحضر، كيف يقابل النادي الاهلي هذه الطريقه؟ لا هو بيحضر عشان هو ما يحضرش لازم اضغط، يبقى لازم كل فرقتي من بدايه المباراه انزل ضغط، انا ماليش حل، انا عايز اكسب الدوري. الدوري ده مش هيجي ان انا هقعد واضيع في الوقت وان انا امتص ورا والكلام ده كله، لازم هكمل بقى على الكلام اللي قاله الضغط الامامي كابتن بلال وكابتن اسامه فيه، ان اللعيبه دي طالما انت لبست فانيله النادي الاهلي فانت قادر انك انت بروحك لعب اول ماتش لعب اخر ماتش، ما كنتش بتلعب بقالك شهرين لكن انت لبست فانيله النادي الاهلي، يبقى الروح القتاليه دي اساسي ولها دور كبير في كل المباريات. في الروح القتاليه دي يا كابتن اسلام 50% اللياقه والمهاره والخطه مع بعض، اللياقه والمهاره والخطه مع بعض 50%، وال 50% الروح القتاليه، وال 50% الاولى دي ممكن تساويوا فيها، لكن هتساوي هي دي اللي هتفصل، وهي مش هي اللي هتخلي الروح القتاليه هتخلي اللياقه بتاعتك تزيد انك تجري لغايه الاخر طبعا. هي اللي هتخلي ان التكوف بتاعك يعلى، هي اللي هتخلي مهارتك تركز، هي اللي هتخلي تركيزك في انك ما تفقدش الكوره، هي اللي هتخلي تركيزك في انك تروح تاخد الكوره من القصر، هي اللي هتخلي انك تحاول تلعب مش بالسرعه ولا بالسرعه، في سرعه تنفيذ القرار في اتخاذ القرار، كل السرعات دي هي الروح القتاليه فدي عند النادي الاهلي. فاذا النادي الاهلي ما عندوش خيارات ولا رفاهيه، اول حاجه الضغط الامامي، الضغط الامامي ودي مدعمه وبتغطيني الروح القتاليه مع العمق الدفاعي على اساس مع العمق، يعني ضغط امامي مع عمق، مع عمق دفاعي طبعا لازم يكون في عمق عندي على اساس الكور اللي هي ما يقدروش يستغلوا الهجمات المرتده. خلاص هو بيحضر كتير في وسط ملعبه، انا هروح في وسط ملعبه ولازم اضغط في وسط ملعبي ولازم اكون موجود هناك ولازم اركز اكتر. الفرص اللي بتضيع من لعيبتي مش بالحظ، هي عدم تركيز، عدم تركيز، عدم تركيز انه مش قادر يلعب، انتوا مهاراتهم عاليه يعني ناس مضغوطه وناس حاسه ناس مستعجله، العب كورتك هتلاقي نفسك انت موجود في الملعب. كابتن بلال، الكلام اللي بيقوله كابتن فتحي كلام مهم جدا، الضغط الامامي مع العمق الدفاعي، لكن اعتقد وجود حمدي فتحي واحمد فتحي في وسط الملعب الاثنين تقريبا، يعني يمكن حمدي هو اللي بيطلع في الكرات العاليه وبيلعب بدماغه كويس، لكن الاثنين عندهم الناحيه الدفاعيه قويه جدا، وبالتالي الكلام اللي كابتن فتحي بيقوله ده هتلاقي ان كل اللعيبه طالعه او طايره للقدام، والاثنين دول ليهم من النهارده واجبات دفاعيه كبيره جدا. شوف الاثنين دول عندهم واجبات دفاعيه مختلفه شويه النهارده بطبيعه الحال، يمكن انا شفت فرقه المصري ماتشات كتيره اللي فاتت قبل كده خاصه مع الفرق انت الكبيره، متابع بالفعل الكابتن ايهاب جلال ابتدى غير اسلوب لعبه مع الفرق الكبيره، يعني هو كان الاول بيلعب بيحاول يستحوذ بيحاول يوصل من رجل لرجل، لان الكلام ده ممكن ما يعني ما يبقاش في فايده كبيره جدا مع النادي الاهلي ونادي الزمالك، لانهم بيعملوا ضغط كبير جدا في نص ملعب، الفرقه دي بتستحوذ بشكل كويس قوي، بتنتشر في الملعب بشكل كويس جدا، فابتدى يعمل حته ثانيه مختلفه، ابتدى يلعب من على اطراف الملعب الكرات الطويله، يحضر تحضير سريع ويبتدي يلعب الكرات الطوليه العكسيه من ورا الاثنين، لا الطوليه او العكسيه الاثنين من ورا الاثنين مدافعين، عمل يعني يحضر ناحيه اليمين ويلعب ناحيه الشمال الكرات العكسيه الطويله، عمل الكلام ده مع نادي الزمالك سجل الهدفين وكان له اكتر من فرصه، عمل برده الكلام ده مع بيراميدز وكان له اكتر من فرصه متاحه، مع الاسماعيلي نفس الموضوع، فابتدى يغير من اسلوب الاداء بتاعه قدام الفرق الكبيره يا كابتن، ما بقاش يعمل زي ما كان بيلعب في المقص قبل كده او في المصري برده قبل كده اما كان ماسك في اول فتره، ابتدى يغير من اسلوب لعبه، وده يقول لك ان النهارده احمد فتحي وحمدي فتحي النهارده يبقى عليهم دور كبير جدا في التغطيات على الاثنين المدافعين سواء كان باسم علي او معلول، انت كنادي اهلي بتعتمد بشكل دائم على الاثنين المدافعين بتاعتك في الكرات العرضيه، بتعتمد عليهم ان هم بيطلعوا
بيسندوا مع الاثنين اللي موجودين قدام سواء اذا كان جونيور اجي او جيرالدو يطلعوا يكملوا عمليات الكرات العكسيه، فبالتالي المنطقه الخلفيه وراهم بتبقى فاضيه. هنا دي اللي بيستغلها نادي المصري وبيعمل عليها بيشتغل على الكاونتر اتاك. فالنهارده واحد من الاثنين حمدي فتحي واحمد فتحي الاثنين هيبقوا دور كبير جدا في حته التغطيه، مهم جدا خاصه في الجبهه بتاعت علي معلول لان هو الاكثر يعني خروجا او الجبهه الاكثر هجوميه للنادي الاهلي. في حاجه بس مهمه جدا يا اسلام برضو بالنسبه للاثنين، مطالب برضو النهارده في وقت من الاوقات لان المصري عنده مشكله كبيره جدا في العمق، العمق بتاعه في مشكله كبيره جدا يا كابتن، العمق ما بين الاثنين السرد باكين ونص الملعب بتاعه. النهارده واحد من الاثنين مطالب ان هو يعمل حته الزياده يكمل. اللي كنا بنشوفها من كريم ندفد انك انت بتزيد او السلي ودايما اللي بيزيد في كل الفرق، حتى نادي الزمالك لما ابتدى يعمل حته الزياده في المباراه اللي فاتت كان ممكن يسجل منها اهداف، لعيبه نص ملعب لما كانت بتزيد كانت بتلاقي المساحات فاضيه قدامه بيشتغل طولي بشكل كويس، فكان بيلاقي المساحه فاضيه ده يقدر يعمل الدبل باص. صالح ممكن يعمل الكلام ده، يقدر حلو صالح يا كابتن، ومطلوب برضو ان واحد من الاثنين يكمل في الحته دي. تمام. احمد فتحي بيشوط كويس تمام، لكن حمدي فتحي احمد فتحي احمد اللي بيشوط كويس، احمد نعم. حمدي بيدخل ال 18 وحمدي فتحي بيدوس، حمدي بيلعب بس في الكرات العرضية. وتكمل كلامك يا كابتن لابس دوناط، انت اقفل المحبس قبل الحنفيه، يعني ايه لما يكون مع حنفيه بتنزل ميه اقفل المحبس، ايه المحبس الاوفر ده ما يترفعش، صحيح. فالضغط ما فيش اوفر هتعمل عكسي او الاوفر هتعمل طويل من هناك اوقفها، ما استناش انها تتلعب، لازم من هناك تقف اقرب واحد يروح يقطعها يوقفها. انا بتطالب بالضغط طبعا عشان كده اسامه. الجانب الاخر بقى، النادي الاهلي النهارده مستنيين منه عرضيات كتير ولا انت شايف ان هو لا هيلعب من العمق بس؟ لا انت عندك ممكن تشتغل برضو من الاطراف، خاصه عندك علي معلول ما شاء الله بيشتغل في النواحي الهجوميه بشكل ممتاز، نفس الكلام باسم علي برضو. باسم علي مفتاح لعب مهم جدا، وخلي بالك عنده حلول مهما حتى بعد، شفناه في مباراه طلائع الجيش، مباراه طلائع الجيش كانت في الدور الاول اللي كسبناها على ما اعتقد 2-1، نزل وكان يعني غير في شكل المراه في الوقت اللي هو لعب، مفتاح هجومي كويس. في الناحيه الدفاعيه لازم يبقى احمد فتحي يرمي شويه ناحيه باسم علي عشان يبقى فيه المسانده مع على اسلام عيسى، لكن جيرالدو جونيور اجاي وليد ازارو من ظهرهم صالح جمعه لازم يبقى في ضغط عالي في بدايه المباراه. لازم جيرالدو ما يبقاش دايما طول الوقت واقف على الخط وفاتح الملعب، لازم يبقى ليه شغل في قلب الملعب، كل ما بيدخل قلب الملعب بيوسع باسم علي انه يقدر يشتغل. كمان لازم يبقى قريب في ال 18 النهارده. النهارده لما علي معلول دي مهمه جدا يا اسامه، مهمه جدا، لانه انت دلوقتي لو علي راح ناحيه الشمال وعايز يرفع اوفر مش هلاقي غير وليد ازار. لا لازم النهارده ان جونيور بيبقى تحته شويه اجايه، لازم جونيور اجايه، لازم جيرالدو الناحيه الثانيه قافل في ظهر ازارو، لازم يبقى عندك الكثافه الهجوميه، ما هي دي النهارده اللي هتسجل منها اهداف. كره لما تعدي ازارو تلاقي جيرالدو جات له المباراه اللي فاتت كرات كتير بالتكمله انه دخل ال 18، لكن لازم يبقى عنده الهدوء. صالح جمعه النهارده مفتاح لعبه مهم جدا دوره في نص الملعب، خاصة كمان ان تحتيه حمدي فتحي واحمد فتحي مش موجود السوليه. فانت قصدك يلعب براحته؟ لا مش يلعب براحته، ده النهارده هو المفروض بقى ايه يعني اللي بيربط الخطوط ببعض. لا يلعب براحته من الناحيه الهجوميه طبعا، عندك اتنين وراه مأمن في عنده حمدي فتحي واحمد فتحي، فعنده حريه هجوميه انه يقدر يشتغل في العمق، انه يقدر يسرق الناس ويطلع بره على الاطراف ويشتغل من عند علي معلول وباسم علي، عنده حريه الحركه في المساحه دي عكس المباراه اللي فاتت ممكن عمرو السوليه، فعمرو السوليه ما يرجعش في كوره فهو يرجع، فالنهارده عنده المجهود انه يشتغل في الناحيه الهجوميه. النهارده دوره كمان ان هو لازم يشتغل في الحته دي صانع لعب، صانع لعب بمعنى لازم يبقى ليه رؤيه بقى، لازم النهارده يقدر يوصل بقى ازارو زي المباراه فاتت ازارو يوصله الجول، لازم جونيور اجاي يبتدي النهارده من اول مباراه. مهم جدا التوليفه بتاع جونيور اجاي مع جيرالدو او جونيور اجاي مع حسين الشحات، دي بتبقى توليفه كويسه وبتبقى في ثنائيات في الكوره دايما تلاقي ثنائيات ناجحه وفيها دفاع. انت يا حسين يا جيرالدو. لا يعني انا بفضل هنتكلم فيها بعدين بس انا بس عشان باخدها منك ان يا حسين يا جيرالدو يعني يعني التشكيله الهجوميه دي تشكيله ان شاء الله تكون موفقه، اجاي مع جيرالدو. تمام. كابتن فتحي المصري بيلعب واضح جدا ان هو عنده ثلاثي في وسط الملعب، والثلاثه ايه يعني ثلاثه من الناحيه الدفاعيه تقال جدا تقال كويسين يعني مش تقال ايزي اميكا وسعيد سنبوري وفريد شوقي، هل تفتكر الكابتن ايهاب هيعتمد عليهم بشكل كبير وهيدافع؟ لا هو مش هيدافع، هو هيلعب بحرص وهيلتزم اكتر، هو مش هيطمع في المباراه من اولها. نعم. يعني مش هيطمع في المباراه من اولها لغايه ما يحس الشكل العام ايه، فهيبقى عنده التزام شويه دفاعي. مش معنى التزام دفاعي، الناس بتفهم ان الفرقه اللي بتلعب دفاعي دي
يبقى هي الفرقه اللي ما بتعرفش تلعب اللي ما بتعرفش تلعب. والله لا الفرقه الملتزمه دفاعيا. انتوا لما بتلعبوا تقسيمه المدرب وبيلعب تقسيمه المدافعين ضد المهاجمين دايما المدافعين بيكسبوا طبعا عشان منظمين دايما المدافعين لانهم عندهم القدره لاستخلاص الكره من الخصم. اما المهاجم بتبقى سهله. كل ما كتر عندك اللعيبه اللي عندهم قدره لاستخلاص الكره من الخصم كل ما كانت فرقتك احسن. يعني لما تجيب ال 11 بتوعك كده تشوف كم واحد فيهم بيقدر ياخد الكره. انا لما شفتها دلوقتي ودرستها وحسيت كده انا عندي الاربعه اللي ورا وعندي الاثنين اللي قدام وعندي صالح جمعه وعندي جيرالدو دولت 8 او نقول 7 غير الاثنين دول. يعني الثمانيه دول عندهم القدره اذا النسبه عاليه. كل ما كانت النسبه تزيد في استخلاص الكره من الخصم لان الكره انت طول ما هي معاك مفيش خطوره ولما فقدتها لازم ترجعها. نعم. في فرق تانية تلاقي عدد اللعيبه اللي هم ممكن يستخلصوا الكره من الخصم عددها قليل فتلاقي لما بتفقد الكره من الصعب جدا ان انت تاخدها بعد ما ايه تتشاط عليك او بعد ما انبصى غلط او من جول. لكن انا عايز الغرض من الاستخلاص لا اما القطع او الضغط على الخصم. فانا طالب الضغط على الخصم هو هيلعب بالثلاثه دول فهو مش هيبدا. هتشوف اول تلت ساعه يعني الكابتن إيه؟ هو لا يمكن ان هو هيجازف. هو بس هيلعب بالحرص الاولاني. هو عارف ان الاهلي هينزل ضاغط وهينزل كده هيلم نفسه وهيشوف ويبدا بعد كده يفرض. ودي هي فرصتنا في ان احنا نتحرك. حته صالح مهمه جدا لان صالح عنده القدره ان هو يقدر يستفيد بالناس دول زي ما انت قلتوا ان في النص او العمق ضعيف. فاذا عايز واحد يرمي ثرو. الثروات لمين؟ لناس صراع. نعم. جاردو سريع عندك ازارو سريع يبقى سهل ان انت توصل من هنا. زاد عندك انت الجناحين الطايرين اللي هم سواء بازم من ناحيه اليمين او معلول من ناحيه الشمال سهل برضو انك تفتح الملعب وتكون ممكن. يعني انا بقول احنا بنتكلم عموما في كده الشكل العام للفرقه. مش هتكلم على وليد او جونيور او جيراردو انهم ضيعوا في المباريات السابقه. هم ضيعوا لانهم مش لانهم لعيبه وحشه لانهم لعيبه مضغوطين او عاوزه فولكونس تركيز عالي تركيز عالي ولازم تحضير في المخ. انا جاري وهحطها ازاي لازم احضر. في حاجات ما بتتحضرش فعشان كده بيفاجئوا بالكوره فالكوره بتضيع. لازم انصفر الفرص في هذه المباريات السبع مباريات اللي انت ذكرتهم لنهايه الدوري انصفر الفرص اجوال مش الفرصه انصفر الفرص. النادي الاهلي في المباريات السابقه كان بيجيله فرص وبتضيع. انا مش عايز فرص. انا عايز انصفر الفرص. وطبعا لو في بلال واسامه وعماد وداع والناس دي هي دي انصفوا ثلاث ارباع فرصه وربع فرصه ممكن تعمل منها جول. تمام. اعتقد ان وجود وادي راس حربه راس حربه النادي المصري النهارده كابتن بلال وجوده على دكه البدلاء ده مؤشر انه كان بيلعب بيه الفتره اللي فاتت. ولكن هو كابتن ايهاب بيملك الادوات اللي يقدر من خلالها يغير المباراه في ثانيه. طبعا هو بيلعب النادي الاهلي فهو بيلعب النادي الاهلي لازم يقسم برضه المباراه على فترات. هو مش هيستنزف كل طاقته النهارده في المباراه. فلابد ان يكون عنده في لعيبه عندها امكانيات وقدرات. وادي لعيب سريع لعيب طويل ممكن يستخدمه بعض الاوقات في الكرات العرضيه او في الكاونتر اتاك لو سيناريو المباراه مش بالنسبه لكابتن ايهاب جلال زي ما هو راسم. هو ممكن يكون راسم ومخطط في بدايه اللقاء ان انا بشتغل على السرعات اللي موجوده قدام مش عايز اطوال عايز سرعات موجوده قدام. فبالتالي لعب بجابر واسلام عيسى واوجستن هو دول الثلاثه اللي عندهم سرعات. ممكن يبقى مرتب او ترتيبه ان الشوط الاول ممكن يطلع تعادل فبالتالي هيبقى في مساحات كتيره جدا لاندفاع النادي الاهلي الشوط الثاني. النادي الاهلي بطبيعه الحال عايز يكسب فيقدر يعتمد على جاهزيه وادي لعيب طويل لعيب سريع يقدر يسجل اهداف. محطه قويه جدا. يمكن المباراه اللي قبل اللي فاتت كان بيلعب الاثنين في وقت واحد جوستن ووادي الاثنين لعبوا المباراه اللي اتعادل فيها 2-2. المباراه اللي فاتت على طول كان بيلعب بفرد واحد ويغير. هي دي سياسه ايهاب جلال انه دايما عايز جاهزيه عنده على دكه البدلاء دايما بيفكر في سيناريو مختلف. النهارده بيلعب النادي الاهلي فطبيعي ان هو يكون عنده اكتر من سيناريو. هو مش ممكن يكون داخل المباراه ان هو عايز يتعادل مع النادي الاهلي فبالتالي يجر النادي الاهلي ان هو يبقى عنده اندفاع على الشوط الثاني يبقى عنده خطوط مفتوحه الشوط الثاني. بطبيعه الحال انت عايز تكسب فبالتالي هتفتح بعض الخطوط عندك هتجازف. فهو يشتغل على الحته دي يعتمد على السرعات والجاهزيه اللي بره اللعيبه اللي موجوده عنده على دكه البدلاء ويبتدي يشتغل على السرعات اللي موجوده عنده ويعمل خطوره على النادي الاهلي. كابتن ايهاب جلال من الناس اللي بتفكر كويس وبتقرا الماتش بشكل كويس قوي. النهارده
هو نازل بيلعب النادي الاهلي بثلاثه ميدفيلدر عندهم مقاومات دفاعيه كبيره جدا. الثلاثه ممكن بيلعبوا على خط واحد وعندهم كره كويسه جدا طبعا يعني. بس اعتقد النهارده زي ما قال الكابتن ان هم في بدايه اللقاء هيبقوا عندهم شويه يعني شويه مش عايز اقول هيبقى ثبات شويه في الحته الدفاعيه. مش هيجازف النهارده، مش هيبتدي يضغط النادي الاهلي، مش هيلعب زي ما لعب الزمالك المباراه اللي فاتت ولا بيراميدز، مش هيلعب كده، مش هيلعب جيم مفتوح النهارده كابتن ايهاب جلال مع النادي الاهلي. عايز تقول حاجه يا اسامه؟ لا انا بتفق مع بلال، مش يعني كابتن ايهاب بيلعب على الاستحواذ والكلام ده كله، لكن النهارده عنده عناصر في الملعب ممكن يتحول من الدفاع للهجوم بسرعه. صح. السرعات اللي عنده زي اسلام عيسى، خلي بالك اسر موتو ده من المهاجمين اللي بيسجل من انصاف الفرص. صح. يعني شفناه في مباراه الزمالك لما استلم ولف وشاط. لا يعني المباراه اللي قبليها برضه سجل واحده بالنهاية. يعني عنده تحضير ذهني فمن انصاف الفرص 95. فده دور ايمن بسمال. اشرف ودور ياسر ابراهيم، ولازم النهارده في واحد من الارتكاز حمدي فتحي او احمد فتحي او حمدي فتحي واحد منهم واقف قدام الاثنين المساكين عشان النهارده تمنع الخطوره من التحول من الدفاع للهجوم السريع والسرعات دي. لازم اقفل على مفاتيح لعب المصري. عايز يعني لا تفضل اضيف حاجه. اتفضل يا كابتن. عارف سؤالك صعب انا عارف. بالمناسبه عشان يبقى في مقرر، احنا قلنا 9 في النادي الاهلي اتغيروا عن المباراه الاولى. مظبوط. النادي المصري 7 في المباراه اتغيروا عن المباراه الاولى. 7 لاعبين. اذا برضو في تغييرات كتير قوي في الفرقتين، فبرضو عشان ما يبقى ادينا لكل فريق حقه. كابتن لو اخر كلمه بس نقولها قبل ما نطلع للمباراة، لو حضرتك عايز تقول كلمة للجهاز الفني للاعبين في ظل الأجواء اللي بتحصل وتعادل هنا وهزيمة من الفرق الأوروبية، تقول إيه؟ أنا أقول أنا أبص لفرقتي. أيوة. وأنا بلعب وقدامي هدف، ولازم عندي سلاح قوي جدا 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 مش عند أي نادي ولا عند أي فريق. اسمها روح الفانيلا الحمراء. الروح القتالية دي واللي احنا ادينا بها مثل قدرة بأي لاعب من اللعيبة المسجلة في النادي الأهلي قادرين أنهم ينزلوا ويفكروا في كل مباراة على حياتها، ما فكروش في المباراة القادمة، فكر في دي، اعرف أن الدوري بين إيديك وبين رجليك، أنت اللي ممكن تكسب الدوري، اعتبر هذه المباراة هي نهائي كاس، النهائي وهتطلع تاخد الكاس، لأنك أنت لو النهاردة لو كسبت اسمها الكراسي الموسيقية، هتغير مكانك في ترتيب الجدول، يعني طلعت فوق نظريا تاني، لكن هي عمليا ما انتش تاني، لان الاول عندك انت زي لسه ليك ماتشين عليه، فانت العب مش عايز دي تخضك، انت العب على ان كل مباراه لازم انهيها النهارده بدون ضربات ترجيح، يعني لازم العب في 90 دقيقه لازم اكسب فيهم، لكن لما اقول مباراه كاس اصل الكاس يقول لك في وقت اضافي وفي ضربات ترجيح. انا عايز العب المباراه في 90 دقيقه لازم اكسب. بلال بسرعه جدا معلش. عايز اقول الهدوء مطلوب بشكل كبير جدا النهارده. أيوة. والتركيز مطلوب بشكل كبير جدا، مطلوب انك تلعب بشكلي، ما تخليش فرقه المصري تخليك تلعب بالطريقه اللي هي عايزاك تلعب بيها. مطلوب من اللعيبه النهارده شخصيه النادي الاهلي داخل الملعب، الاداء والروح القتاليه مهم جدا جدا جدا. مباراه النهارده دي مباراه من مباريات النوك اوت اللي احنا بنتكلم عليها، لابد المكسب فيها، بس عندي 90 دقيقه لازم اشتغل طوال ال 90 دقيقه. ما جبتش جول في الدقيقه 45 اجيب جول في الدقيقه 60 في الدقيقه 70 في الدقيقه 80 في الدقيقه 90، طول ما انا بهاجم طول ما انا بلعب بشكل كويس جدا طول ما انا ملتزم خططيا اقدر اكسب بشكل بسهوله. مفتاح المكسب النهارده ان انا دافع كويس قبل ما اهاجم كويس. لازم ادافع كويس في النهارده التزام دفاعي من الناس اللي واقفه ورا التكليفات الدفاعيه. النهارده لازم اتحرر من الضغوط، الضغوط لما بتزيد بتتحول لطاقه سلبيه، لا لازم استغل الضغوط تبقى ضغوط ايجابيه اللي عليا، روح الفانيلا الحمراء، وان شاء الله يعني زي ما كابتن فتحي قال هي مباراه مباراه، وان شاء الله كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي. اخر انا بشكر كلمه كملها بعد كده احمد فتحي له دور كبير قوي النهارده كاكتر واحد خبره ككابتن النادي الاهلي انه يقود هذه المجموعه ويتحكم في رتم المباراه. تمام. أنا بشكركم شكرا جزيلا، نسيب حضراتكم لمتابعة هذا اللقاء، لقاء الهام جدا مؤجل من الأسبوع ال 19 للنادي الأهلي ضد النادي المصري، نسيب حضراتكم تفرجوا على المباراة وانتظرونا إن شاء الله ما بعد مباراة النادي الأهلي والنادي المصري ومفاجآت كثيرة وكواليس ما حدث في المباراة من خلال ملعب الأهلي، نسيب حضراتكم تفرجوا على المباراة وانتظرونا بعد نهاية هذه المباراة.